الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية. معالي الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية. الأستاذ الدكتور ظبي أبو العنين، رئيس قسم علوم الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المملكة العربية السعودية. أبناء الطلاب، السادة الزملاء، اليوم هو حدث لأول مرة يتعمل صراحة في المنطقة العربية، وهو تجميع طلاب البحث العلمي في ملتقى افتراضي واحد يتكلموا عن أحدث الأبحاث بتاعتهم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع التكنولوجيات الناشئة أو البازغة التي تخدم التنمية المستدامة في الوطن العربي. فهدف هذا المؤتمر هو تجميع شباب الباحثين من طلابنا المتميزين في الجامعات العربية والمراكز البحثية العربية ليلتقوا بهدف إن هم يعملوا عرض بعض الأفكار والتواصل مع بعض، بدل ما نشتغل في جزر معزولة، يشوفوا بعض، يعملوا تكتلات بحثية من الصغر، يعملوا اتجاهات بحثية جديدة تخدم مشاكل أو تحل مشاكل الموجودة في الوطن العربي بصورة عامة. فهي تجربة جديدة لأول مرة نعملها بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن ابن فيصل، ودي يعني شريك أساسي جدا في التنظيم، ومجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي والمدرسة العلمية البحثية المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أبو العلا عطيفي حسنين رئيس المؤتمر. وكان شريك لنا في هذا المؤتمر مجموعة من الجامعات العربية، ومنها جامعة الحسن الأول، سطات كلية العلوم، كلية الذكاء الاصطناعي، جامعة كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية، مركز بحوث الإلكترونيات، جمهورية مصر العربية، الهيئة إشعار عن بعد بجمهورية مصر العربية، وكلية الهندسة، جامعة المنصورة، وجامعة صفاقس، جامعة صفاقس، وعدد من المراكز البحثية الأخرى. فهو حدث كبير جدا، تم الدعوة له عبر وسائل الإلكترونية من الميل والأدوات الأخرى السوشيال ميديا، وجالنا عدد يعني غير متوقع، حوالي 91 ملخص بحثي لطلاب ماجستير ودكتوراه في الوطن العربي في موضوعات متعددة كثيرة جدا، وكان العدد كبير جدا. وفعلا دي أول تجربة إن احنا ناخدها، وابتدينا نختار، شكلنا لجنة علمية اللي بذلت جهد كبير في وقت قصير جدا، وهذا طلعوا لنا 54 بحث إن هم هيتعرضوا في 3 أيام زي ما تقسموا في الجدول اللي هو اتبعت لحضراتكم. جهد كبير بوزل عشان يعمل هذا الجدول، والناس فريق مهم جدا في السعودية اشتغل وقت كبير جدا إن هو يطلع بالجدول بهذا الأسلوب، لأن كان مشاكل التواصل والتوقيتات في هذا الاتجاه. الحاجة الثانية الجميلة إن احنا دعينا مجموعة من الانفايتد سبيكر من مصر ومن الخارج من العرب، وكان عندنا يعني نجحنا ان احنا يكون عندنا 4، وفي 3 اعتذرنا لهم وهنكمل بعد المؤتمر ان شاء الله بيهم، مجموعة متميزة. فعندنا الدكتور وائل هيتكلم من جامعة النيل بدوي، وعندنا الدكتور عصام ابن جامعة القاهرة، منصور هيتكلم برضك من كندا ومن كندا، وعندنا الدكتورة نهى فكري برضك هتتكلم من الولايات المتحدة الأمريكية وهي مصرية، وعندنا تيتوريال لأول مرة قلنا نعمل تيتوريال في موضوع مهم جدا، وهيتكلم إن شاء الله مدة ساعة الأستاذ الدكتور علي وجدي. ودي من الموضوعات المهمة جدا، أساسيات نظرية نقدر نبني عليها تطبيقات بحثية كثيرة جدا. طبعا الحدث ده هو حدث للشباب، لأولادنا وأبنائنا الطلاب في الوطن العربي، وهي تجربة أنا أعتقد التجربة متميزة وجميلة جدا، وهنجد الثمار بتاعتها
ان شاء الله يعني بعد المؤتمر هيكون في تواصل، وهنعمل دورات كثيره جدا بداناها بالتعاون مع جامعه عبد الرحمن بن فيصل، مجموعه من المحاضرات لدعم المهارات البحثيه عند الشباب او طلاب البحث العلمي في وطننا العربي. الحاجه اللي ملفته للنظر اللي احنا اهتمينا بيها صراحه وفاه عالم شاب جميل جدا، الدكتور شريف صقر ابن كليه الحاسبات والمعلومات جامعه القاهره، وهذا عالم متميز عمره قصير رحمه الله، ولكن أعماله كثيرة جدا أثرت فعلا في منظومة البحث العلمي في تخصصات البيج ديتا، وله من المؤلفات الكثيرة جدا في هذا الاتجاه، وباحث متميز حصد مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية في التخصص بتاعه، تخصص البيج ديتا. فهو توفى وتخليدا لذكره وتكريما له ولأعماله، فسميت هذه الدورة باسم الأستاذ الدكتور شريف صقر تخليدا له ولجهده. طبعا نشكركم جميعا على هذا الحضور، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح. وخصوص النشر، إن شاء الله النشر بعد المؤتمر من الناس اللي هتعرض النهاردة هنختار منها شوية ونبعت لها إن هم يعملوا اكستنشن للبيبر بتاعتهم، وإن شاء الله ننشرها بعد التحكيم مجموعة من متميزة، ننشرها إن شاء الله في مجلد هو منشور إن شاء الله في سكوبس، هيشارك فيها معنا الشركاء في هذا المؤتمر. الحاجة الثالثة برضك اللي هي الضافة الجديدة هو جائزة الدكتور وائل بدوي، جائزة مهمة جداً هتتقدم لحضراتكم للأول والثاني والثالث، هنختار من كل سيشن واحد أفضل بحث، وهنعمل منهم إن شاء الله يعني سيشن كاملة عشان نختار منهم أفضل ثلاثة، وأفضل ثلاثة دولت هنقدمهم إن شاء الله إلى أساتذة مصريين موجودين في الخارج إن هم يتعاونوا معاهم، وإن هو ممكن يروحوا يستكملوا الأبحاث بتاعتهم هناك، ونعمل لهم رعاية خاصة، وفي جائزة مالية ودرع، وفي عندنا طبعا جائزة مالية ودرع وشهادة للمتميزين في هذه الدورة من المؤتمر. طبعا أنا أشكركم، ونتمنى إن شاء الله يكون مؤتمر يعني سعيد جدا، ونتمنى دخول الأستاذ الدكتور هالة القاضي نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للتكنولوجيا في مصر للمجالس النوعية، وهي تلقي الكلمة بتاعته إن شاء الله بعد الفيديو بتاع الدكتور شريف، وبعديها هيلقي الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي أمين عام اتحاد المجالس البحث العلمي العربية. ودلوقتي يعني الكلمة للأستاذ الدكتور زبية أبو العينين تقول كلمة في الافتتاحية، والدكتورة هالة موجودة معانا إن شاء الله. اتفضل يا دكتورة زبية. دكتورة زبية موجودة؟ أيوه يا دكتور، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بداية يسرني أن أرحب بالحضور الكريم الذين يشاركوننا هذا اليوم المميز، يوم انطلاقة المؤتمر العربي الأول لطلاب الدراسات العليا بعنوان التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها في خدمة التنمية المستدامة بالوطن العربي، والذي يستهدف الباحثين من طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية بالوطن العربي. الحضور الكريم، نعلم جميعاً ما للمؤتمرات العلمية من أهمية، حيث تعتبر وسيلة فعالة للتباحث في مختلف القضايا العلمية، وكذلك فرصة للتعارف العلمي بين الباحثين وأهل التخصص، خصوصاً أن لا شيء يعادل المقابلة وجهاً لوجه في تكوين العلاقات الإعلامية العلمية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. تميز مؤتمر اليوم كونه أحد الفرص التي أوجدتها جائحة كورونا، بالرغم لمكان لهذه الجائحة من تحديات كبيرة، أهمها تحول التعليم إلى تعليم إلكتروني عن بعد. نتمنى أن يكون هذا المؤتمر الافتراضي لا يختلف كثيراً عن المؤتمرات التقليدية في الجودة والأهمية. نحن في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية ممثلين في قسم علوم الحاسب بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، نتقدم بوافر الشكر للأستاذ أبو العلا حسنين رئيس المؤتمر ورئيس المدرسة العلمية البحثية المصرية
وذلك لإتاحة الفرصة لنا بأن نكون وبكل فخر شريك في هذا المؤتمر في اللجان التنظيمية والعلمية. ختاماً نشكر للحضور حضورهم الجميل، وشكر خاص لطلاب الدراسات العليا الذين شاركوا بأبحاثهم لإثراء هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الدكتورة. دلوقتي هنعرض الفيلم اللي احنا عملناه لمدة 3 دقايق لتاريخ الدكتور شريف صقر الله يرحمه. شكرا جزيلا الله يرحمك يا دكتور شريف، وهو رمز من رموز الشباب المتميز من العلماء الباحثين، وان شاء الله يعني قدوه للشباب ان هم يحذوا يعني حذو هذا العالم الشاب الصغير الذي عاش عمرا قصيرا لكن انتاجه العلمي والبحثي الذي يخدم البشريه كان غزيرا رحمه الله عليه. كلمه الدكتور عبد الكريم يعني انا هقولها بالنيابه عنه، الدكتور عبد الكريم من المغرب عشان الوقت،
هو طبعا بيشكر طبعا لجنه المؤتمر والمجهودات اللي بذلت، وهو طبعا من الشخصيات اللي هي بذلت مجهود كبير جدا في تجميع مجموعه من الشباب من المغرب، وهو عدد كبير جدا من الباحثين الطلاب من المغرب. فنشكر سعاده الدكتور ونشكر طلاب المغرب اللي هم ان شاء الله هنشوفهم ان شاء الله في التنافس العلمي في هذا المؤتمر. كلمه الاستاذ الدكتور هالة القاضي نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، نيابة عن الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية. فلتتفضل دكتورة هالة. دكتورة هالة، دكتورة هالة، مايك، تفضلي يا فندم. أهلين دكتور. أيوه، السلام عليكم ورحمة الله. بحيي حضرتك دكتورة أبو العيلة وجميع الحضور الكرام، وبحيي حضراتكم بالنيابة عن دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وبحيي حضراتكم بالنيابة عن المجالس العلمية المتخصصة. مجالس النوعية طبعا هي وعاء الفكر لجمهورية مصر العربية، ويمكن كنت بتكلم مع دكتورة أبو العيلة قريب جدا إن دور مجلس بحوث الاتصالات تكنولوجيا الاتصالات النهاردة ما بقاش للارتقاء بالبلد للأحدث وللنظم الانوفيشنز أو الابتكار الأكثر تعقيداً. إحنا النهاردة في أزمة الكوفيد اكتشفنا الدور الرئيسي اللي بتلعبه الإيمرجينج تكنولوجيز، ويمكن النظرة اللي توجه بيها دكتور أبو العيلة في مجلسه الموقر إن إحنا ركزنا جداً على الإيمرجينج تكنولوجيز الفترة اللي فاتت، أهميتها ظهرت قوي في الكرايسيس. يمكن احنا شفنا الجونز الصين استخدمتها ازاي في التعامل مع الأزمة، اكتشفنا الارتفيشال انتليجنس دوره في منتهى الأهمية النهاردة، والديب ليرنينج ازاي نقدر نميز بين الالتهابات الفيروس والبكتيريا. لحد النهاردة طبعا احنا في حالات كتير جدا بيحصل مسليدنج في التشخيص بتاعها. البيج داتا النهارده ما بقتش رفاهيه، البيج داتا اصبحت اساس، والمعلومه النهارده اصبحت كنز، استثمار المعلومه اصبح كنز. احنا يمكن النهارده بقى عندنا قاعده بيانات متوفره كبيره جدا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي زي التويتر الفيسبوك حتى ايفن الموبايل فونز، بس تنسيق وحسن استغلال هذه المعلومات في موضوع في منتهى الاهميه لتوظيفها لعمل قاعدة بيانات لها مصداقية وسلامة وفي نفس الوقت مؤمنة. نقدر ان احنا عن طريق طبعا تجميع البيانات الضخمة ديت ان احنا في وضع الوباء اللي احنا فيه ده، نقدر كتير تجميع المعلومات دي هنتعلم منه حاجات كتيرة من سيناريو يمكن ما حدش في جيلنا عصره قبل كده. الوضع اختلف تماما. انترنت الاشياء النهاردة طبعا علشان اعمل فوركاستنج واعمل مونيتورينج للمناطق اللي فيها infections نسب infections عالية، طبعا كل الكلام ده بالإضافة أنا شايفة إن البلوك تشينز ليها دور كبير النهاردة على رأس المؤتمر. البلوك تشينز النهاردة أصبحت برضو هتبقى عنصر فاعل علشان نقدر نحقق اللي احنا محتاجينه علشان نحسن النظام بتاع الرعاية الصحية، نعمل لها monitoring، نعمل لها evaluation، نتابع المواقع بتاع تفشي الأمراض. فأعتقد حضراتكم المحتوى المؤتمر الدسم ده لازم إن شاء الله هيتم ترجمته لصانع القرار علشان بلادنا تقدر تستفيد بيه، وبلاد العربية فيها ثروة من العقول ما شاء الله. الجيل الشباب يعني الواحد بيبقى فخور وسعيد وهو في وسطهم، يمكن أسعد وقت بحقيقة بقضيه وأنا في وسط الشباب في مشروعات التخرج في مناقشات الرسائل الماسترز والبي اتش ديز بتاعتهم. وأنا بتمنى لحضراتكم التوفيق في المؤتمر، وبتمنى من دكتور أبو العيلة إن إحنا نعمل
زي documentation للخلاصة والتوصيات اللي هيطلع بيها المؤتمر اللي رفعها لمجلس الوزراء المصري والكل من يهتم طبعا في البلاد العربية المشاركة. أنا شايفة المغرب مشاركة، المملكة العربية السعودية الشقيقة مشاركة، بحيث ان احنا نضع بين ايدين صانع القرار كل اللي حضراتكم هتناقشوه النهارده، نوصله لخلاصه لوضع خريطه طريق لصانع القرار ازاي نقدر نبتدي نفعل التكنولوجيا الناشئه بايدين الشباب المتعلم على درجه عاليه جدا وبيتقن عمله على درجه عاليه جدا، بحيث ان احنا نستثمرها ونتعلم ان احنا بوست كوفيد مش هينتهي الازمه ديت نلاقي نفسنا موجودين في نفس المكان اللي كنا فيه من 6 شهور ابدا. لازم بعد الازمه دي ان شاء الله يكون بقى لنا رؤيه جديده للمستقبل، وباذن الله يكون ده فرصه هنغتنمها ان احنا نعمل تغيير للاحسن باذن الله. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر حضرتك دكتور أم. شكرا يا فندم، شكرا للدكتوره هاله للكلمه الدافعه المتخصصه، ويا رب تكون دعم فعلا للشباب الحاضر واللي بيسمعنا النهارده في هذا المؤتمر الافتراضي. كلمة الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي لو هو موجود معنا، أو الدكتور حاتم من ينوب عنه فليتفضل. دكتور الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، موجود معنا؟ طيب موجود سعادة الدكتور؟ طبعا احنا هنختم بالكلمة اللي قالتها الدكتورة هالة. وطبعا اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وهي مكانها في السودان، وهي راعية لهذا الحدث وكل الدعم من الاتحاد للنشاط الخاص بالمؤتمر، وهي داعمة لهذا النشاط. وان شاء الله هنقدم تقرير للاتحاد ان شاء الله لعمل دعم مباشر لشباب الباحثين من الطلاب في المنطقة العربية بتاعتنا. وخلي بالكو ان الاتحاد عنده جوائز سنوية للشباب الاقل من 40 سنة بتظهر كل سنة، ياريت تخلي بالكو من هذا الاتحاد، عنده انشطة كثيرة جدا وعنده مشاريع ممكن تستفيدوا بيها، وهو موقعه في السودان وممكن تتواصلوا من خلال الويب سايت بتاعتهم، واي رسائل ممكن تتواصلوا مع الامين العام والامين العام المساعد من مصر الاستاذ الدكتور حاتم عودة الأمين المساعد للاتحاد، فنشكرهم على هذه الرعاية. ونقول بقى الشكر الأخير للجنة العلمية أو اللجنة المنظمة لهذا الحدث، بذلنا مجهود كبير جدا. طبعا الدكتورة عزة من السعودية كانت شعلة نشاط ومعها فريق كبير جدا من الزملاء اشتغلوا فعلا من بهدوء جدا وعملوا جهد كبير جدا وكانوا بيسهروا وقت كبير جدا عشان نقدر نعمل هذا المؤتمر الافتراضي الاول، وانا انا انا يعني هو الاول فعلا على مستوى شمس من كفر الشيخ، والدكتور احمد السداوي الاستاذ الدكتور احمد السداوي ومجموعه اخرى كثيره جدا بذلوا جهد كبير في تقييم الابحاث وعمل الانشطه ومخاطبه الاعلام في وقت قصير جدا، فانا اشكر اللجنه المنظمه في هذا الاتجاه. طبعا احنا دلوقتي هنتحول الى المحاضره الاساسيه للدكتور عصام منصور، هيتكلم فيها ان شاء الله لو هو موجود معانا. الدكتور عصام، الدكتور عصام موجود معنا؟ دكتور عصام، دكتور عصام لو سمحت لو حضرتك موجود ممكن بس raise your hand. كان موجود هو. طب الايميل او الاسم يا دكتور بعد اذنك. حاضر اجيب الاسم. هو
وكان عامل شات مها لو سمحتي افتح الصوت للبانلز افتح الصوت للبانلز دكتور عصام يتكلم عصام منصور دكتور عصام منصور من كندا دكتور عصام موجود لكنه من ضمن المسجلين مش من ضمن البانلست فشفت اسمه رافع يده في الحضور طيب عايزين نجيبه معانا بقى نعرف نجيبه اذا امكن بس تنسخون لي الايميل دكتور حالا شكرا الو معاك يا دكتور السلام عليكم ظهرت اهو ازيك يا دكتور عصام طب الحمد لله لا سمعناك كويس معلش انت هتبتدي اربعة بس هندخلك على طول اهو اوكي انا من الواضح ان انا مش قادر اشير السكرين بتاعتي ثواني هنديك فرصة تشير السكرين دلوقتي ثواني دكتور احمد السداوي موجود موجود يا فندم ممكن تقدم الدكتور عصام تمام يا فندم شكرا للمقدمة عندك بياناته موجود يا فندم طبعا موجود يا فندم اتفضل دكتور احمد سداوي شكرا استاذنا شكرا للمقدمه الجميله شكرا للساده المرحبين هنبدا الان دلوقتي في بدايه الكي توكن كينوت سبيكر داتا ديسكفري بلاتفورم فور داتا ساينس باي دكتور عصام منصور من جامعه كونكورديا في مونتريال في كندا اتفضل دكتور عصام نتشرف بوجود حضرتك معنا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا ما زلت مش قادر اشير السكرين بتاعتي بس اطمن الاول ان قادر اشير السكرين وبعد كده ابتدي الكلمه بتاعتي ما قدامنا كام دقيقه يعني حضرتك الساعه 4 يعني قدامنا انا بحاول اشير السكرين اشير يور كمبيوتر ثواني هو في السعوديه دلوقتي بيحاولوا يدوك الفرصه تشير السكرين ثواني اتفضل دكتور الله يعافيك دكتور ابو العلا نعم يا فندم دكتور على ما دكتور عصام يجيه الشير سكرين معنا الدكتور مبارك الأمين العام الأمين اتفضل سعادة الدكتور مبارك ايوه لكنه كذلك من ضمن الحضور فإذا أمكن فقط إرسال الإيميل علشان هو الميل بتاع الدكتور حاتم مش بتاعه طيب إن أمكن أحد ينسخ لنا فقط لإضافته شكرا الو دكتور ابو العلا معايا دكتور اشرف درويش مع حضرتك كان موجود من بدري بس ما خدش الكلمه الحقيقه معلش ما بحسبك ما دخلتش لا انا موجود من قبل ما حضرتك تبدا حتى ماشي طيب يعني اقول حاجه على ما الدكتور يبدا اتفضل يا فندم اتفضل طيب حضرتك واحنا المؤتمر الحقيقه يعني طيب دكتور عصام دخل خلاص عايزين ندي الفرصة للدكتور مبارك بس يخش بس يقول كلمته وبعد كده نكلم دكتور عصام اوكي دكتور مبارك موجود موجود بس هو مش ضمن الميل بتاع الدكتور حاتم الامين المساعد تمام دكتور عصام هتبدا حضرتك سامعني ايوه ممكن ابدا اتفضل يا فندم طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا سعيدني جدا ان اكون موجود معكم النهارده وانا يشرفني ان دعوه الدكتور ابو العلا ليا للحضور لهذا المؤتمر الموضوع اليوم ان شاء الله النهارده عن داتا ديسكفري بلاتفورم فور داتا ساينس خش من هنا في تركز على هنا بقى خلاص قال لك الدكتور مبارك هيخش من الاي دي بتاع اللي عامل مساء هو واحد بيتكلم تاني معايا انا انت عارف عامل كده عصام
الو في حد تاني بيتكلم معايا تقريبا؟ في حد يا ريت المايك يتقفل عليه بس التكنيشن اللي معانا يقفل المايك على اللي بيتكلم على الو. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور مبارك. نعم طب انا استاذنك دكتور عصام. دكتور مبارك اتفضل كلمتين وبعدين حضرتك اتفضل دكتور. ايوه بس كلمتين اتفضل دكتور مبارك بيه اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تسمعوني؟ نعم يا فندم اتفضل. طيب الاستاذ الدكتور ابو العلا عطيفي حسنين رئيس ومنظم المؤتمر، الاستاذ الدكتور هاله الغاضي نائب رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر، الساده الزملاء ابناء طلاب الدراسات العليا بالوطن العربي، الساده المشاركون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم ونحن نفتتح فعاليه المؤتمر العربي الاول لطلاب الدراسات العليا بعنوان التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها في خدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه المدرسة العلمية البحثية العربية ومجلس الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمصر. وإنه لا يسرني ويشرف الاتحاد مجالس البحث العلمي العربية أن يرعى هذا المؤتمر الذي هلا تفضل. نعم يا فندم تفضل. نعم وانه ليسر ويشرف اتحاد مجالس البحث العلمي العربيه ان يرعى هذا المؤتمر الذي يستهدف الشباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثيه في الوطن العربي، والذي يشارك فيه العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثيه في الوطن العربي. والشكر لله ومن بعد القائمين بتنظيم هذا المؤتمر، الساده والسيدات المشاركون في هذا المؤتمر. اسمحوا لي ان اقدم لكم نبذه عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربيه، والذي انشئ بقرار في اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربيه، وكان ذلك في الرباط عام 1976. الاتحاد مقره الان في الخرطوم، ويضم في عضويته جميع الدول العربيه ممثلا في الاجهزه والمؤسسات القائمه على البحث العلمي في الدول العربيه، وهو مكلف من قبل جامعه الدول العربيه لتنسيق جهود العمل المشترك للبحث العلمي بين الدول العربية، وقد رسمت له أهداف تتمثل أهمها في 1. التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية. 2. العناية بالبحوث العلمية في كافة الميادين والتي تصب في التنمية المستدامة. 4. تهيئة المناخ الملائم للعلماء والباحثين في الوطن العربي. 4. التعاون مع الجهات البحثية العالمية والصديقة للدول العربية. ولما تعدد التخصصات العلمية بفضل التقنيات الحديثة، استحدث الاتحاد الروابط العلمية المتخصصة فآلية فاعلة في العمل البحثي المشترك، فهي روابط علمية تجمع الباحثين العرب على اختلاف أوطانهم ويبغى تخصصهم في صعيد واحد. يختار الاتحاد مركز تميز في دولة عربية في مجال التخصص الرابطة، وغالبا ما يكون برغبة الدولة المضيفة. وتضم الرابطة في عضويتها أهل التخصص من الباحثين العرب من داخل وخارج الوطن العربي الجغرافي. أنشأ الاتحاد 17 رابطة، وهي باختصار رابطة النبات الطبية والعطرية بالمغرب، رابطة الطغان الحيوية ورابطة نانو تكنولوجي بمصر، رابطة الطغات الجديدة والمتجددة ورابطة علوم المياه بالسودان، رابطة التنمية البشرية بالأردن ورابطة المعلوماتية بسوريا، رابطة علوم البيئة باليمن ورابطة النخيل والتمور بالمملكة العربية السعودية، رابطة الحيوانات التكنولوجية بتونس، ورابط الاستشعار عن بعد بليبيا، ورابط علوم الجينات بالبحرين، ورابط الدراسات المستقبليه بالسودان، رابط النفط والغاز بالكويت، رابط المراكز والنوادي ومتاحف العلوم بتونس، رابط مراكز ابحاث التصحر بتونس، ورابط الاقتصاد الجويه بدوله الامارات العربيه. عدد من هذه الروابط فاعله ولها نشاط متميز واصدار دوريه، وقليل منها في بدايه الطريق. ليس هنالك سقف لهذه الروابط تزداد وفق الحاجة إليها. نجتهد في تفعيل مشاركة الدول العربية في هذه الروابط عبر تعيين ممثلين لهم بضغطها وتقديم المساهمات العلمية عبر الأنشطة العلمية المختلفة. ومن أهم ما تميز به الاتحاد خلال الفترة الأخيرة هو الإعلان عن منح جائزة سنوية تحت اسم جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي المتميز، والتي بدأت في العام 2
2014، وفي العام الماضي 2019 تم التنافس للجائزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وقد فاز 3 باحثون من المدرسة العلمية البحثية المصرية بجائزة الذكاء الاصطناعي. تم التعاون مع الصين واليابان والهند، ونتج عن ذلك التعاون بعض المنح للباحثين من الدول العربية، كما بدأ التعاون مع المنظمة العربية الوايبو لاستحداث مركز عربي لأكاديمية الوايبو السودان، كما قام الاتحاد حديثا برعاية سلسلة محاضرات المدرسة العلمية البحثية المصرية والتي تنعقد أسبوعيا عن مهارة من مهارات البحث العلمي. وفي إطار تفشي فيروس كورونا المستجد والآثار المترتبة على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تمت مخاطبة الباحثين العرب وتشجيعهم بتخصيص جوائز مالية لأفضل المجهودات العلمية حول جائحة كورونا، والتي تعنى بالتشخيص وكيفية انتقال الفيروس والوقاية منه وعلاجه. واستجابة لهذه المبادرة، وقد تسلمت الأمانة العامة للاتحاد أكثر من 50 مجهود علمي لباحثين من 7 دول عربية، ومعهم مشاركين من مؤسسات بحث عالمية. والآن نحن بصدد تقويم هذه البحوث لاختيار الفائزين بالجوائز المالية يقدمها الاتحاد. كما شارك الاتحاد في الدورة 8 للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة بعنوان استشراف مستقبل البحث العلمي في ظل جائحة كورونا، والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بث مباشر عبر قناة الفيديو كونفرنس. وفي الختام نتمنى لكم مؤتمرا موفقا، والشكر للجنة المنظمة، ونحث الشباب الباحثين بالتقديم للجوائز العلمية التي يعلن عنها في الاتحاد سنويا. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وطني العربي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الدكتور مبارك على كلمته الموجزة، يعني شكر حضرتك، شكرا جزيلا سعادة الدكتور. وننتقل للدكتور عصام منصور. جاهز سعادة الدكتور؟ جاهز إن شاء الله. تفضل يا فندم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أبو العلا الذي شرفني بدعوتي للحضور لهذا المؤتمر، وأنا أحب أن أقدم نفسي بأنني أحد أبناء كلية حسابات ومعلومات من دفعة أخي رحمة الله الدكتور شريف صقر. وأنا أحب أبدأ أيضا بالشكر لأساتذتي في قسم نظم المعلومات بكلية حسابات ومعلومات، دكتور محمد الشرقاوي ودكتور علي البسطويسي ودكتور إيهاب حسنين. لهم كثير الفضل علي، لأن أنا تخصصي العلمي أكثر في الديتا سيستمز، ودول أسسوا عندي حبي لهذا المجال. وأيضا أحب أثني بالشكر على الأستاذ الدكتور عثمان حجازي رحمة الله عليه، والأستاذ الدكتور شريف مازن. أحب أيضا أشكر دكتور إبراهيم فرج الذي أسس هذه المؤسسة العلمية كلية حسابات ومعلومات، ودكتورة سلوى الجمل ودكتورة ريم بهجت. هؤلاء الناس الذين ذكرت أسميهم لهم كثير الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في حبي للبحث العلمي. حاليا أنا assistant professor في and head of Concordia Data Systems Lab at Concordia University in Montreal. ديت واحدة من كبرى الجامعات بالنسبة لعدد الطلاب، 45,000 طالب سنويا في مجالات مختلفة، وواحدة من الطوب 10 Canadian universities in computer science and engineering programs. كتعريف بالجامعة، هي ليها 2 campuses in Montreal، واحد للداون تاون وواحد يبعد عن الداون تاون بحوالي 7 كيلو. محاضرة اليوم عن Data Discovery Platform for Data Science. أنا مقدر أن الحضور من مجالات مختلفة. ما أعني بالData Science هي العملية التي تبدأ بالبحث عن المعلومات أو البيانات المتعلقة بتخصص معين، وعمل what we call it Data-Driven Intelligence، ما يدعيه بعض ان هو ديب ليرنينج او ماشين ليرنينج بايبلاينز، للحصول على فحص لهذه التخصصات. زي مثلا المثال الحاضر من الذي ذكر من سبقوني بالحديث عن كورونا فيروس، ده مثلا لو افترضنا ان هو احد الموضوعات اللي احنا هنحب يبقى عندنا فيها داتا دريفن انتليجنس، فاحنا محتاجين نجمع الاول
بيانات تخص هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نعمل تريننج المودلز تقدر تكتشف بعض الأمور العلمية التي تعتمد على هذه البيانات. هذا ما نعنيه بالديتا ساينس بايبلاين. إيه المشكلة هنا؟ المشكلة زي ما لخصها مارك شنايبر، he's a chief scientist at Merck. Merck is one of the biggest، واحدة من كبرى الشركات المتعلقة بالأدوية. الديتا ساينتست في ميرك بيقضوا معظم وقتهم 98% من وقتهم في البحث عن البيانات المتعلقة بموضوع معين، مثلا زي كورونا فيروس، ازاي نقدر نجيب بيانات تخص هذا الموضوع، محاولة الوصول للبيانات ديت، accessing data ديت، وبعد كده بنحاول ديت بتبقى معظم البيانات دي جاية من data sources مختلفة، فبنحاول ان احنا نعمل data integration وcleaning للداتا ديت بحيث ان احنا نستفيد منها. طيب ايه المشكلة هنا؟ المشكلة ان الداتا ساينتست اساسا ليس دوره ان هو يجمع البيانات، هو دوره الرئيسي هو تحليل هذه البيانات والحصول على ما يسمى بالديتا دريفن انتليجنس مودلز من البيانات ديت. لكن الواقع ان 39 ساعة في الاسبوع هتبقى رايحة حسب مارك شرايبر راحة في البحث عن البيانات، ووقت قليل جدا هو اللي هيروح في المين تاسك بتاع الداتا ساينتست ان هو يانلايز ذيس داتا. وده نتيجة ان احنا مثلا في ميرك في ما يقرب من 4000 اوراكل داتابيس، يعني ولازم نحط في اعتبارنا ان 4000 دول مش موجودين في مكان واحد. ميرك شركة كبيرة وعلى ديفرنت ديبارتمنتس، فالوصول لهذه البيانات بقى اصبح من الامور الصعبه. فهنا الحاجه اللي بتطرح نفسها، احنا ازاي نقدر نخلي مارك مور هابي او التيم بتاعه يبقى سعيد. فدوت هو الموضوع بتاعنا النهارده، ان احنا نقدر نعمل ما يسمى بالديتا ديسكفري. وهنا هنشوف تكنيكس مختلفه اكتر متعلقه بما يسمى بالسيمانتيك افينيتي مودلز، ان انا اعتمادا على المعنى للديتا ممكن نقدر، او فهمنا للديتا ديت، فهمنا هنا كهيومن كبشر، ازاي ننقل الفهم دوت للمكنه للكمبيوترز بحيث ان هي تقدر تعمل اللي احنا نقدر نعمله كبشر. في الحاله ديت كان الفكره بتاعتنا ان احنا نقدر نصمم داتا ديسكفري بلاتفورم. عشان نقدر نوفر داتا ديسكفري بلاتفورم، احنا عندنا الداتا دي جايه من ديفرنت داتا سورسز، بتبقى جايه في صوره اما زي ما ذكرنا ال 4000 اوراكل داتابيز المختلفين. هنا مفيش حاجه تجمع ما بين الداتا سورسز ديت، بمعنى ان انا لو في داتابيز واحده فانا عندي ما يسمى بالداتابيز سكيما اللي انا اقدر اسيرش من خلالها. لكن اللي حاصل ان ده مش اللي موجود دلوقتي بالنسبه للديتا ساينتست. انا بتعامل مع عدد كبير من الديتا سورسز اللي انا محتاج ادور فيها، فاحنا محتاجين نبني اولا نعمل نوع من بروفايلنج اند سمرايزيشن للديتا سورسز ديت. وده الهدف منه ان انا في الاخر يبقى عندي ما يسمى بالانتربرايز نولج جراف، اللي هو ممكن تقدر تشوفه كجلوبال سكيما للهيتروجينيوس داتا سورسز الموجوده ديت. احنا قدرنا هنا نبني سيستم من خلال ان هو يبقى فولي باراليزد، ان احنا نقدر نبراليز البروسيس ديت بتاعت عمليه البروفايلنج، ان انا ازاي ابص على كل داتا سورس واخد المعلومات اللي تساعدني في بناء شبكه كبيره من كجراف، ان انا اقدر اسيرش الجراف دوت ليتر واوصل للمعلومات اللي ريليتد للتاسك بتاعتي. النقطه هنا الرئيسيه ان الموضوع الافشنسي، ان انا ازاي اوصل ان الموضوع دوت يتعمل بطريقه افشنت. فكان المودلز بتاعتنا بتبقى مبنيه كنولج جراف موجود في الميموري، فبالتالي مع حجم الداتا الكبير وان احنا بنقدر نعمل جود بارتيشننج للجراف بتاعنا، بنقدر نلود كل الداتا ديت في الميموري ات ديفرنت جرانولاريتي. يعني بيبقى في different granularity and abstraction بنقدر نحمل بيها الداتا ديت، فمش محتاج ان انا احمل كل التفاصيل مره واحده في الميموري.
هنا هديك مثال مثلا بالنسبه لعالم الادويه مثلا، ان انا بيبقى عندي تو ديفرنت داتا سيتس مرتبطين ببعض، لكن ما نقدرش بمقارنه الكلمات فقط ان احنا نقدر نربط ما بينهم. فمثلا ديت ديس از ريال داتا سيت، واحده من دراج سنترال، الداتا سيتس دي موجوده اونلاين يو كان داونلود، والثانيه جايه من كيمبل دي بي. لو نبص على الداتا ديت هنلاقي ان الصعوبه ان انت فقط بمقارنه الكلمات تقدر تلينك او تربط ما بين التو داتا سيتس دول، وبالتالي هيبقى في صعوبه على الداتا ساينتست ان هو يوصل بطريقه اوتوماتيكلي ان الداتا سيتس دي ريليتد للتاسك بتاعته. ولنتخيل المثال المنتشر في موضوع كورونا فيروس، لو انا بدور دلوقتي على دواء يقدر يعالج لي بعض حالات الكورونا، فانا عندي تو داتا سيتس، ازاي اربط ما بينهم من خلال النظر عليهم. هنا لو جينا للداتا ساينتست نفسه كبشر، لو بص على التو داتا سيتس دول والترمينولوجيز المستخدمه هيحس ان لا ده ممكن نربط ما بينهم. وده لو حبينا نعمل له اوتوميشن هيكون من خلال المعروف بالانتولوجيز، ان انا بيبقى فيه في كل دومين ابلكيشن دومين في انتولوجيز بتعبر عن النوليدج والمعلومات اللي موجوده في الدومين دوت. فمثلا ده انتولوجي موجود في الميديكال سيكتور بيربط ما بين حاجه اسمها تارجت ودراج. فلو احنا ابتدينا نستعمل الانتولوجيز ديت هتساعدنا في ان احنا نبتدي نربط ما بين الداتا سيتس المختلفه. وحتى لو تلاحظ هنا هيبقى الربط يمكن بس بمقارنة الكلمات ديت اللي هي مثلا زي target target ودراج دراج، فهيبقى ايه في connection. لكن الانتولوجيز نفسها بيبقى فيها ميزة اكبر، وهي ان فيها الفهم البشري للبيانات اللي موجودة في application معين او في domain معين. فهي دي النقطة، احنا ازاي دلوقتي نقدر داخل كمبيوتر سيستم ابلكيشن ان احنا نقدر نحط الفهم البشري دوت. ودي النقطه اللي بعد كده اللي هي ان احنا بنستعمل ما المعروف بالورد امبيدنج علشان نقدر نعمل حاجه زي كده. طيب ايه الورد امبيدنج؟ الورد امبيدنج ببساطه شديده، انا مقدر ان في حضور من مجالات مختلفه، لكن ابسط الفكره بتاعتها ان انت بيبقى عندك فيكتور بيمثل ظهور كلمه معينه مع مجموعه من الكلمات الاخرى. فمثلا لو جينا على ويكيبيديا هنلاقي سيليزيوس وفرنهايت، الكلمتين دول بيظهروا كتير في اماكن مختلفه، وهنلاقي ان هم بيظهروا مثلا بنسبه، لو الموديل ده كان على ويكيبيديا بنسبه مثلا 88% دايما يظهروا مع بعض. المعنى هنا ان ظهور كلمتين دايما بيظهروا، وجود كلمتين دايما بيظهروا مع بعض، ده بيدينا احنا كبشر ان الكلمتين دول مرتبطين بشكل او باخر. ده يعني ده تبسيط للتكنولوجي بتاعت الورد امبيدنج. فبالتالي باستخدام الورد امبيدنج بنقدر نعمل حاجه مثلا زي كينج ماينس مان بلس وومن والبي ايكوال كوين. دي مثلا من ضمن الحاجات اللي ممكن تقدر تعملها بالورد امبيدنج. فالورد امبيدنج هنا هيساعدك في انك تفهم ان كينج ومان مرتبطين ببعض، وان انت لو نزعت كلمه مان من المعنى بتاع كينج واضفت كلمه وومن فاكنك انت بتتكلم هنا على كوين. فدي حاجه هنا بنقدر تساعدنا ان احنا نقدر نحط جوه كمبيوتر سيستم اليه، لان الكمبيوتر سيستم بيفكر وبينظر وكانه عنده عقل بشري. طيب ايه اللي هيفيدنا فيه دوت؟ اللي هيفيدنا فيه ان احنا نقدر دلوقتي لو عندنا تو ديفرنت داتا سيتس من فروم تو ديفرنت دومينز، مثلا تخيل انت الصين مثلا عندها بعض البيانات تخص الكورونا فيروس المثال المطروح دلوقتي، وفرنسا او ايطاليا عندها بيانات اخرى، دول لسبب او لاخر استعملوا كلمه داي بدل ديت وكلمه فرنهايت بدل سيليزيوس. فانا لو دلوقتي ابتديت استعمل الورد امبيدنج فانا هقدر اوجد علاقه رغم ان الكلمتين ما فيهمش اي تشابه، الا ان انا بالمعنى بتاعهم اقدر اربط ما بين الكولوم اللي فيه البيانات ديت والكولوم اللي فيه البيانات ديت، وبالتالي اقدر اربط ايضا ما بين باقي الداتا سيتس.
طيب هنا لو انا عندي داتا سيتس جايه من بلاد مختلفه حتى هقدر اكون لها المعروف بالانتربرايز نولج جراف اللي هو هيساعد بعد كده الداتا ساينس ان احنا اوتوماتيكلي نسيرش اند لوك فور داتا. فهنا لو كملنا على المثال دوت هنلاقي ان الموضوع مش بهذه البساطه. الورد امبيدنج في النهايه بيتعامل مع سنجل وورد، فانا لو عندي كلمه سيليزيوس وكلمه فرنهايت فانا اقدر اربط ما بينهم باستخدام الورد امبيدنج. لكن في الداتابيز عاده مش بنتعامل فقط مع كلمه واحده، ممكن مثلا يكون عندي كولوم في البيانات بتاعتي اسمه ستريت لوكيشن، وعندي انتولوجي في بيلدينج ادرس. فهنا الورد امبيدنج مش مباشره لو حبيت تاخده وتستعمله مباشره مش هيستطيع يحل مشكله زي دي، فانت دلوقتي محتاج توجد حلول اخرى عشان تتعامل مع ما يسميه بالمالتي ووردز، ان انا عندي ستريت لوكيشن از كولوم وعندي بيلدينج ادرس از انذر كولوم، فهل نقدر نربط ما بينهم؟ فده عموم الناس اللي بتشتغل مثلا في ال NLP Natural Language Processing هيلاقوا ان في تكنيكس كتيره موجوده في الحته ديت، زي ان هو مثلا بيبقى بياخد التو فيكتورز وبيعمل averaging او sum او concatenate ليهم. لكن هنا احب اقول حاجه مهمه، ان ال NLP في تكنيكس مختلفه جدا ممكن يكون بتساعد في الـ unstructured data اللي هي مثلا زي التكست او كده، لكن لما بنيجي في structured data زي التيبلز او الـ CSV files بنلاحظ ان التكنيكس دي ما بتكونش very effective مثلا زي الـ averaging concatenate. وده فعلا جربناه ان احنا مثلا استعملنا بعض التكنيكس ديت وبنحاول نلينك او نربط ما بين two different columns، بنلاحظ برضه ان الموضوع لسه صعب. فمن هنا جت فكره الكوهيرنت جروبس فور كومبايننج وورد امبيدنجز. هنا حبينا ان احنا نبقى عندنا لما بنعمل افريجنج او كونكاتينيتنج للفيكتورز انت مجرد ان انت بتتعامل مع ارقام، مفيش اي كنترول على الارقام ديت. لكن احنا التكنيكس بتاعنا اللي احنا عملناه دوت بيساعدنا اكتر في ان احنا يبقى عندنا فرصه للتعامل مع ال different words. فهنا احنا تخيل ده تبسيط للفكره، ان انا هيبقى عندي ماتريكس هيبقى فيها بيلدينج وادرس وستريت ولوكيشن، وهنا هبتدي اجيب السيمانتيك افينيتي او الورد امبيدنج كوزاين بتاعها ما بين اتش بير. ففي الحاله ديت هيبقى عندي نوع من الكنترول على ازاي بحسب السيمانتيك افينيتي ما بين تو كولومز. النقطة ما بتوقفش هنا، ان احنا ممكن زي ما بنعمل بنجيب ان في المعنى مرتبط ما بين كلمتين، فاحنا ايضا ممكن نقول ان المعنى غير مرتبط ما بين كلمتين. فلو انا عندي مثلا ان انا بقول ان انا اي حاجة الرابط ما بينهم اكتر من 50% فانا ده هاخده يعني اخدها في اعتباري بالنسبة لان انا احطها في الجراف بتاعي اللي بلينك ما بين تو كولومز. لكن في نفس التوقيت انا ممكن اقول ان مثلا حاجه زي بيلدينج ايدنتيفيكيشن نمبر وامبلوي ايدنتيفيكيشن نمبر دولت انا ما بقول لك عنوان الرقم بتاع المبنى ورقم الموظف. فانت بالعقل البشري لما اقول لك رقم الموظف ورقم المبنى هل انت بترى ان في رابط ما بين الاثنين دول؟ فهتلاقي لما تفكر فيها هتلاقي ان مفيش اي رابط ما بين رقم المبنى ورقم الموظف. رقم المبنى بيبقى أرقام لمباني ورقم الموظف أرقام الموظفين، فما أقدرش أقول إن البيانات دي أقدر أربطها ببعض. هي مثلاً ديت أحد الأمثلة اللي كان الأفرجينج أو الأديشن بالنسبة للورد ميني ما بيشتغلش، لأن هيبقى عندي أنا عندي هنا ثلاث كلمات في اليمين وثلاث كلمات في اليسار منهم كلمتين مرتبطين، فال الفيكتورز لما هتعمل لها اديشن وتجيب الافرج بتاعها هتلاقي ان في نسبه كبيره ان هي بتقول او الورد امبيدنج موديل هيقول الاثنين دول مرتبطين، في الحقيقه هم مش مرتبطين. فالتكنيك بتاعنا في الكوهيرنت جروبس بيطلع ان انا اقدر احدد اذا كانوا مرتبطين ولا لا بقوه اعتمادا على كلمه موظف امبلوي وكلمه مبنى.
ومن هنا جات الفكره بتاعه السيمانتيك ماتشرز بتاعنا ان اكشن، ان انا بقدر اجيب علاقات بناء على تشابه الكلمات او علاقات بناء على المعنى بتاع الكلمات. لو نلاحظ هنا نيجاتيف وبوزيتيف، نيجاتيف انا هشيل الحاجات اللي ملهاش علاقه، وبوزيتيف ان انا هضيف الحاجات اللي ليها علاقه واجيب اليونيون ما بينهم. طب ده هيساعدني في ايه في الاخر؟ ده هيساعدني في الاخر، ده الشكل اللي في الاخر احنا بنقدر نوصله دلوقتي، ان انا بيبقى عندي 4000 داتا بيز من ميرك، بلس ان انا عندي اونلاين داتا، الانتولوجيز دي موجوده عاده اونلاين تقدر تعملها اكسسنج، فاحنا بنقدر فعلا نخش نجمع كل البيانات ديت ونعمل فيها اناليسز وبروفايلنج للديتا بهدف ان احنا نبني في النهايه اللي انت شايفه في اقصى اليسار من تحت، اللي هو ما نسميه نوليدج انتربرايز نوليدج جراف. طب ده هيساعدني في ايه دلوقتي؟ هيساعدني ان مثلا الداتا ساينتست كان بيعتمد على شبكه العلاقات الخاصه بتاعته، ان هو يتصل بالهيد اوف ديبارتمنت اكس وهيد اوف ديبارتمنت واي، وبسال طب انت عندك معلومات تخص هذا الموضوع ولا لا، طب ممكن تدهاني او ما تدهانيش، كل الحاجات ديت. لكن دلوقتي انا اقدر مباشره ان انا اسيرش او ابحث عن الحاجات اللي انا عاوزها في الانتربرايز نولج جراف دوت، وهو في نفسه هيديني اكسس للاكشوال داتا سورسز. طب ده هيدينا هنا سؤال، هيطرح سؤال مهم جدا. احنا ازاي بنترين الورد امبيدنج مودلز؟ ده الحاجه اللي انت افكتيف بالنسبه لك. فممكن اللي احنا عملناه في الدراسه بتاعتنا ان انت تقول هل افضل ان انا اترين الورد امبيدنج باستخدام مثلا بابليك ميد، ديت عباره عن داتا سيت كبيره في المجال بتاع الادويه، او ان انا هاخد الداتا سيت نفسها اللي انا بتعامل معاها زي كامبل او ايفو او جو، ديت انتولوجيز بالنسبه للميديسن، ولا ممكن فعلا التكنيك يشتغل كويس بس بان انت تترينه على حاجه زي الويكيبيديا. طيب ايه الفرق هنا اللي انا عاوز اوصل له؟ الفرق ان الويكيبيديا ديت مش بس في تخصص معين، يعني هي مش بس متعلقه بالميديسن او كورونا فيروس او مثلا مجال الفاينانس، لا ده دي حاجه عامه جدا، ممكن تلاقيها بتتكلم عن اشخاص، بتتكلم عن رياضيات، عن رياضات او حاجات كده مختلفه. فهل فعلا التكنيك ده هيبقى افكتيف اكتر بان احنا نشتغل ب، لو انا مثلا عاوز الينك ميديكال داتا، هل افضل اترين بميديكال داتا ولا اترين عامه؟ فاللي عملناه هنا ان احنا بدانا بباب ميد، هنا هلاقي ان الدقه بتاعه الموديل كانت منخفضه جدا. برضو للتبسيط، البرسيشن هنا هي مدى الحاجات، نسبه الحاجات الصح اللي انا الداتا ديسكفري بلاتفورم بتاعي بيقدر يوصل لها بالنسبه للحاجات الغلط اللي هي عموما الحاجات اللي ريبورتد. فمثلا مثال بسيط، لو انا انت سالتني عن حاجه فاديتك اجابه واحده صح في وسط 100 اجابه غلط، فهنا البرسيشن بتاعي 1%، ان انا اديتك حاجه واحده بس صح وفي 100 حاجه ثانيه غلط تقريبا. يعني الريكول المقصود بيه هنا هو ان انا اديتك مثلا 100 اجابه، كم واحده في ال100 اجابه دول هم الاجابه الصح اللي كانوا المفروض يجوا. هنلاحظ هنا ان الريكول بالنسبه للبيمد كان 55، ديت اف ميجرز، يعني ما نقدرش نقول ان هي في المية بس هي يعني اتعامل معاها كده كرقم. وهنلاحظ مثلا ان احنا برضو عملنا تريننج للمودلز بتاعتنا بكامبل وايفو وجو، ديت الداتا سيت نفسها اللي احنا كنا بنتعامل معاها والانتولوجيز. هنلاحظ هنا ان الريكول، تذكر قدره النظام على تذكر الاجابات الصحيحه كان 60 والبرسيشن قل. الشيء الجميل هنا هوت، ودوت هو يعتبر الكونتريبيوشن بتاع السيستم، ان بالنسبه للويكيبيديا اللي هي جنرال ومش متعلقه بالمثلا بسيرتن سيكتور مثلا اللي هو الميديسن او الفاينانس او كده، كان البرسيشن زاد ل 47 والريكول قدره السيستم على تذكر الاجابات الصحيحه كانت 66. طيب ايه اللي نستفيده من هنا؟ اللي نستفيده ان الموديل دوت مش بس هيبقى جنرال موديل، يعني انا ممكن استعمله لديفرنت ابلكيشن دومينز، النهارده ممكن تاخده وتحاول تستعمله
عشان تلينك داتا سيتس جايه من الصين وايطاليا وفرنسا وامريكا تتعلق بالكورونا فيروس، بس ممكن برضو تستعمله لو انت بتدرس موضوع اخر زي الفاينانس او مثلا اسعار البيوت في دوله ما، فممكن برضو تستفيد منه. الشغل دوت اللي انا قدمته النهارده هو اتنشر في اي ترابل اي كونفرنس، ده اي سي دي اي از وان اوف ذا توب كونفرنسز ان داتا سيستمز، وكان في 2018. اللي مهتم بالموضوع دوت ممكن يرجع للبحثين دولت هيلاقي مجموعه اكبر من التجارب والتفاصيل في الشغل دوت. فاحب هنا الخص الموضوع اللي انا اتكلمت فيه النهارده، موضوع الداتا ديسكفري بلاتفورم، ان احنا بنقدر نسبورت ان احنا نوصل للبيانات بناء على التشابه ما بين الكلمات نفسها او بالمعنى المقصود من هذه الكلمات اللي هو مبني على فهمنا كبشر. وفي النهاية الفكرة هنا اللي هي فعلا كانت تعتبر يعني انه ذكية، ان هي تقدر ان هو السيستم نفسه جنراليزد اند كود بي، وممكن نستعمله في مجالات مختلفة. طيب في الاخر ايه اللي نستفيده من هنا؟ اللي انا احب اقوله يعني لطلاب البحث العلمي المهتمين بموضوع الداتا ساينس ان جنرال، واكثر المهتمين بموضوع الناتشرال لانجوج بروسيسنج او الداتا سيستمز، ان المجال دوت خاص بي جدا ورحب اللي عمل ابحاث للدكتوراه، لان احنا هنا محتاجين نعمل ما يسمى بالديتا اندرستاندينج. تخيل كده ان احنا مع البيج داتا ما يسمى بحجم البيانات الكبير جدا، ان انا بقدر احط جوه الكمبيوتر سيستمز عقل بشري. احنا كبشر انا ممكن لو وريتك مثلا 7 سطور من شيء تقدر تبص عليهم بعنايه وتوصل لشيء. احنا بنعمل الموضوع دوت في الايميلز بتاعتنا بسهوله، ان انت لما بيجي لك مثلا في اليوم 10 ايميلز بتبص عليهم بسرعه في خلال ثواني معدوده بتحدد ان دوت هيتمسح وان دوت هقراه. ده نتيجه ان الايميلز عددها بسيط، انت بتقدر تعمل اكنك بتعمل ويندو صغيره تبص منها على بعض الايميلز. انما لو اديتك مجموعه كبيره جدا من الايميلز ليك بصوره مثلا شيت كبير جدا وبقول لك بص كده اعمل ايه، هتلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجه. هنا ده اللي بيحصل بالظبط في الكمبيوتر، ان احنا بنجمع حجم كبير جدا من البيانات، فمحتاجين ان السيستم نفسه يقدر يبقى عنده قدره من الفهم للبيانات ديت، على اساس نقدر بناء على هذا الفهم ان احنا نحدد ازاي نربط ما بين هذه البيانات. عادة السيستمز الموجودة في الداتا سيستمز بيبقى مرتبط بالستراكشرد كويريز، يعني ما يعرف بالاس كيو ال او اللغات الاخرى، او حتى السيستمز اللي هي بتعتمد على بايثون، ان انا بكتب سكريبت كود او يعني بستعمل بروجرامينج لانجويجز. دوت مش سهل بالنسبه للديتا ساينتست، معظمهم بيبقى مور نون تكنيكال، يعني مش تقنيين، فيفضلوا ان يبقى عندي حاجه اشبه ما يكون بجوجل في موضوع السيرش انجنز. هنا برضو جزء من الشغل متعلق بالاوتو سكيما مابينج، ان انا ازاي بقدر الينك ما بين ديفرنت سيس. الكلام دوت بيبقى بسيط انك تعمله لو انت بتتكلم على حجم بسيط من البيانات، لكن احنا هنا محتاجين نعمل الكلام دوت از لارج سكيل، ان انت بتعمله على مجموعه كبيره من البيانات وفي وقت قليل، الاثنين يجوا مع بعض. السيستمز دي المفروض تكون متوفره اونلاين، لان ده بيخدم اكتر موضوع الداتا شيرنج. ان انا النهارده تخيل لو السيستمز دي موجوده اونلاين يبقى سهل، ناس مثلا من الصين، ايطاليا، فرنسا، امريكا، كل واحد بيحمل الداتا بتاعته وبنقدر كلنا نستفيد منها فيما يعرف الان بالاوبن ساينس. في النهايه احب اشكركم واقول لكم ان انا لسه محتاج دعم من الطلبه المتخصصين المحبين للشغل في هذا المجال. يعني انا عندي فند كبير من كندا، في ان انا اقدر اجيب ما يقرب من 3 طلبه دكتوراه، اللي يحب يتواصل معايا اكون شاكر ليكم، وشكرا جدا لو حد عنده اي اسئله. دكتور عصام بي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على المحاضره القيمه، ويعني كويس ان حضرتك حطيت الايميل علشان الستودنتس بتوعنا يتواصلوا مع سعادتك. الفترة اللي جاية إن شاء الله يبقى في فرصة ليمكن نحاول نختار أحسن 3 أبحاث في المؤتمر
ويكون لهم فرصة الحصول على منحة مع سعادتك أو المشاركة في أحد المشاريع اللي حضرتك مشرف عليها. دكتور عصام اسمعني حضرتك، في سؤال حضرتك جانا بيقول what tools أو what are the tools used to train الموديل اللي حضرتك بنيته، هل في تولز معينة حضرتك استخدمتها في هذا الشغل بحيث انه الطلبة بتوعنا يبقوا عارفينها؟ احنا في الورد امبيدنج بيبقى كان في موديل اسمه جروف، الحاجات دي موجودة اونلاين، ممكن لو حد اتواصل معايا ابعت له اللينكس بتاعتها. كويس اوكي اوكي شكرا جزيلا. ممكن على الميل يتواصلوا مع حضرتك للسؤال. السؤال الاخير حضرتك، يمكن تعلم ان الانترنت اوف ثينجز هي احد السورسز الرئيسيه للديتا، وبنجمع بها كميات كبيره من الديتا، فبنتكلم هناك على مشكله الهيتروجينيتي اوف الديتا، لان انت عارف في الانترنت اوف ثينجز بتلاقي ديتا من سورسز كتير. فمشكله الهيتروجينيتي حضرتك از ديتا ساينتست ازاي هاو تو اوفركم ال challenges أو البروبلم بتاعت الهيتروجينيتي أوف ال collected data. هي الهيتروجينيتي هنا بتيجي في معاني كتير مختلفة، زي مثلا المثال اللي أنا ذكرته إن أنت ممكن هيتروجينيتي جاية نتيجة إن في certain مثلا في بلد معينة بيستعملوا كلمة فرنهايت بدل سليزيس، ممكن في بلد تانية بيكتبوا التاريخ مثلا شهر يوم سنة، في بلد تانية بيكتبوا يوم شهر سنة. فهنا النقطة بتبقى الهيتروجينيتي لها اسباب مختلفه، ممكن تكون بسبب المعنى اللي بيستخدم في الكلمه او بالفورماتنج نفسها بتاعتها، او حتى احيانا بتبقى جايه على جزئيه تكنيكال، ان مثلا ممكن تكون جايه من ديفرنت ديفايسز، يعني ممكن حضرتك تتكلم في مجال الهيلث كير، فممكن تيجي لك من اكتر من سورس ديفرنت هاردوير وسوفت وير، فانا كده يبقى صحيح. عندي مشكله الهيتروجينيتي بتسبب احد التشالنجز في موضوع الديتا ساينس، وقالت ان احنا برضو يبقى ده من ضمن التشالنجز اللي الطلب بتوعنا بيعرفوا ان هم يسيرش بعد كده ان شاء الله باذن الله. طيب. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عصام. شكرا جدا. الله يخليك. انا دكتور اشرف درويش نائب المجموعه البحثيه المصريه، نائب الدكتور ابو العلا حسنين، وبحيي حضراتكم جميعا الساده الحضور واللي سامعنا دلوقتي، وبلخص بس في النهايه انه احنا يعني ظل الأزمات هنا اللي موجودة والتحيات ديت اللي بيشهدها العالم، كما ذكرت الأستاذة الدكتورة هالة القاضي، وتحديدا فيروس كورونا، فكان لابد يعني احنا محظوظين في الوقت ده ان عندنا تكنولوجي او الإيمرجينج تكنولوجي تحديدا والارتفيشال انتليجنس، ان احنا نعتمد عليها في حل بعض المشاكل والتحديات التي وجهها العالم وتحديدا العالم العربي. فيعني على هذا الأساس كانت فكرة هذا المؤتمر، وعقد هذا المؤتمر الحقيقة لتخطيط الموضوعات المختلفة في التكنولوجيا البازغة أو الناشئة، منها الانترنت اوف ثينجز، منها الدرونز، يمكن حضراتكم سمعتوا عنها، الانماند فييكلز، اريال فييكلز بيسموها اليو اي في أو بيسموها الدرونز، الروبوتس في نفس الوقت، دي برضو من ضمن التكنولوجيا البازغة. طبعا الذكاء الاصطناعي بمشتقاته بقى وعناصره المختلفة، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، بنتكلم دلوقتي على البلوك تشين تكنولوجي، فكل هذه التكنولوجيا الحقيقة بنتكلم على الديتا اناليتكس، بنتكلم على موضوعات الحقيقة كتير، بنتكلم على جزء السيكوريتي، ما ننساش ان احنا نتكلم على جزء السيكوريتي في العالم اللي هو اصبح اللي الشغل فيه اونلاين دلوقتي، فبقى السيكوريتي او السايبر سيكوريتي هنا احد التشالنجز اللي احنا بنواجهها. فالتكنولوجيا البازغة الحقيقة هتعمل، والذكاء الاصطناعي او صور الذكاء الاصطناعي ده هيعمل طفرة كبيرة في المجتمعات الحقيقة، وساعد كتير في حل المشكلات وفي مجالات زي الرعاية الصحية، في مشاكل المياه على سبيل المثال، في الزراعة، في المشاكل اللي بتخص الزراعة، وبنتكلم على السمارت أجريكالشر. الحقيقة دي كلها أبليكيشنز أو موضوعات كتير جدا ممكن يكون للتكنولوجيا الناشئة دور في هذه الموضوعات اللي العالم الحقيقة بره بدأ يتكلم فيها. الدرونز بقى لها استخدامات في أبليكيشنز كتير، ومين اللي بيستخدموها بره في الأجريكالشر وفي الجزء الميليتري، يعني لها تطبيقات كتير واستخدمت في دول متقدمة كتير.
الدرونز على سبيل المثال. فاحنا بس يعني هذا المؤتمر الحقيقة بننبه إلى أهمية أو بنقول بنعمل awareness بأهمية التكنولوجيا الناشئة في الوقت الحالي، وان احنا يجب ان احنا نعتمد عليها في الفترات القادمه ان شاء الله للتغلب على بعض المشاكل. ممكن عندنا مشكله كوفيد 19، والحقيقه التكنولوجيا البازغه وفي حاجات او الناشئه في حاجات اتعملت بالفعل في حتى كيس ستادز في دول كتير اعتمادا على التكنولوجيا الناشئه استخدمت في هذه الحالات الدراسيه. بنشكر حضراتكم، اعتقد ان يعني دي كل الاسئله اللي جات لي واللي موجوده على الويب سايت هنا او الابلكيشن اللي احنا شغالين عليه. انا الفيديو عندي الحقيقه مقفول، مش عارف ليه من بدري مقفول، وكان الصوت كمان مقفول، لكن كويس ان انا لحقت شويه في الاخر. يعني بنشكر حضراتكم جميعا، نشكر الاستاذ دكتور ابو العلا حسنين رئيس هذا المؤتمر يعني صاحب الفكره الرئيسيه والمنظم الرئيسي للمؤتمر. الحقيقه انا يعني من اللجنه المنظمه بشهد ان الدكتور ابو العلا اكتر واحد اشتغل فينا، يعني احنا اشتغلنا اقل منه، لكن هو الراجل ما كانش بينام، كان يعني على طول معانا اونلاين شغالين واسئله واعمله ويتابع بنفسه الحقيقه. فاحنا بنتوجه ليه بالشكر، رائد يعني التكنولوجيا الحديثه في مصر ومؤسس المجموعة البحثية المصرية وعميد كلية الحاسبات السابق بجامعة بني سويف، والحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في المجال العلوم والفنون من الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاحنا بنشكر سيادته شكرا جزيلا على كل هذا المجهود وكل هذا الوقت الذي يبذله من أجل خدمة العلم والبشرية. بنشكر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من المملكة العربية السعودية المشارك الرئيسي معنا. بنشكر أكاديمية البحث العلمي أستاذ دكتور محمود صقر، أستاذ الدكتورة هالة القاضي، كل السادة الزملاء. نشكر المشاركين من الجامعات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية المختلفة. بنشكر السادة الحضور اللي شرفونا النهاردة بالحضور، ونتمنى إن شاء الله أنكم تقضوا وقت ممتع معنا. الجلسات هتبدأ الساعة 5 بداية الجلسات بتاعتنا. بنتمنى التوفيق لكل الباحثين وطلابنا من طلاب الدراسات العليا. بنشكركم جميعا، وبنشكر الدكتورة عزة من جامعة الإمام بالسعودية عبد الرحمن، جامعة الإمام عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. بنشكر الدكتورة زابية الحقيقة، بنشكر كل التيم اللي كان موجود معانا على زوم واشتغل وتابع. بنعتذر لبعض الأخطاء الفنية، إذا كان في أخطاء فنية بنعتذر لبعض الأشخاص، لكن أعتقد الأمور ماشية على ما يرام ويعني بشكل رائع. بنشكركم جميعا السادة الحضور، وإن شاء الله نراكم على خير في مؤتمرات أخرى. مع تحيات الدكتور أشرف درويش جامعة حلوة. شكرا. شكرا للأستاذ الدكتور أبو العلا والدكتور أشرف والدكتور عصام والجميع. شكرا لحضوركم الجلسة الافتتاحية. السيدات والسادة، ننتقل الآن إلى جلسات اليوم الأول من العروض والمناقشات للبحوث المشاركة، وذلك من خلال هذه الجلسات، حيث أن الجلسة الأولى هي نفسها الجلسة الحالية بالنسبة للجلسة الثانية والجلسة الثالثة، كما هي معروض الويبينار اي دي. شكرا للجميع. شكرا لكم. يعني نعطي الكلمه بقى لرؤساء السيشنز الدكتوره يبداوا انهم يتواصلوا مع الناس والطلاب. تفضل. السلام عليكم. دكتور أيمن حجاج، حضرتك رئيس جلسة البلوك تشين هنا نفس الجلسة. السادة رؤساء جلسات الانتليجنت سيستم اند ابليكيشن الاوبتمايزيشن، في رابط لدخول الجلسات مع الطلبة لمناقشتهم وللحضور أيضا اللي تحب تحضر أي من السيشن الثلاث. يوجد هنا سيشن البلوك تكنولوجي، البلوك تشين تكنولوجي، وفي رابط لدخول الانتليجنت سيستم ابلكيشن اللي هو سيشن 2، ورابط اخر لدخول سيشن الاوبتمايزيشن على حسب رغبه دخول سيادتكم. شكرا لكم جميعا، ولتفضل الاستاذ الدكتور ايمن حجاج رئيس جلسه البلوك تشين بالحديث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله نفتتح هذه الجلسة
في موضوع بلوك تشين تكنولوجي. أبدأ بإذن الله بالحديث مع حضراتكم، أعطي مقدمة عن نفسي وعن الجلسة، وبإذن الله نستدعي الدكاترة السادة المقدمين المشاركين بالأبحاث. هقرأ دلوقتي بس بداية المقدمة وننتظر بقى بإذن الله بداية الجلسات واحدة واحدة. مع حضراتكم دكتور أيمن حجاج، عضو المدرسة العلمية البحثية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور أبو العلا عطيفي حسنين. أنا أستاذ مساعد بجامعة حلوان، متخصص في أمن المعلومات وأمن البيانات. وطبعاً موضوع البلوك تشين يعتبر يعني من أهم المواضيع اللي دلوقتي واخدة الزخم وواخدة الاهتمام الباحثين. فأنا هقول بس كلمتين صغيرين. البلوك تشين يعرف باللغة العربية اللي هو سلسلة الكتل، وهي مجموعة من البيانات يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية. فهو الجديد في موضوع البلوك تشين إن هي قاعدة بيانات لا مركزية، يعني هي قاعدة البيانات العادية بتبقى محطوطة على سيرفر. السيرفر ده مثلا بيبقى في مكان مركزي في بنك مثلا أو هيئة، هي اللي بتحفظ البيانات، هي اللي بتبقى مسؤولة عن صحة البيانات، بتحميها من التزييف أو التدوير أو الهجمات. البلوك تشين دي بقى لا مركزية، فهي تقرية تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقيق من طرف ثالث. فهي الميزة الرئيسية من البلوك تشين إن إحنا بنستغني عن الطرف الثالث. الطرف الثالث ده اللي هو البنك في موضوع العملات، اللي هو مثلا الحاسب المركزي في موضوع قاعدة البيانات. فإحنا بنقدر يبقى عندنا قاعدة بيانات موثوقة بدون الاحتياج للطرف الثالث اللي هو الثيرد بارتي اللي هو بيضمن لي دقة وصحة بيانات. فدي إحنا نقدر كده نوصل لشبكة لا مركزية. طبعا أوائل الاستخدامات الحقيقية لهذه التقنية في العملات المشفرة كانت البيتكوين والإثيريوم. هي طبعا البيتكوين هي اللي عملت الشهرة وخلت البلوك تشين يعني على الساحة. كان يعني طبعا البيتكوين مشهورة جدا، وبنقدر نشتري ونبيع ونتعامل فيها، وليها سعر في البورصة زي العملات. وبعدين قادر دلوقتي ان انت تحول من البيتكوين لدولار وتسحبه من ATM. طبعا عمل ثورة كبيرة جدا في المعاملات البنكية. بعض الجهات والدول بدأت تتبنى تقنية البلوك تشين. برضو هو في بعض الدول يعني القوانين لا تسمح بالتعامل في البيتكوين نظرا ان هو بره اي مراقبة او سلطة من الدولة او البنك المركزي. فطبعا الامور القانونية يجب ان نراعيها يعني كويس جدا. احنا كباحثين كل دورنا ان احنا بنبحث في مجال البلوك تشين، بنعرف النو هاو، بنتطرق لكل مجالاته، بنجربه في كل المجالات. ممكن في بعض المجالات ننجح ويعطي نتائج مبشرة، ممكن في بعض المجالات لا ينجح ولا يعطي نتائج مبشرة. نعتبر هذا برضو أيضا نجاح للبحث العلمي، لأن أنت مشيت في الطريق واكتشفت وأثبتت أن هذا الطريق غير مناسب، فده يعتبر بحث علمي ونتاج علمي بتنشره وبتوثقه، وبعدين بيعتبر تنبيه للباحثين الآخرين إن هذا الأسلوب قد لا ينجح ويجب تطويره. فطبعاً هو موضوع البلوك تشين زي ما حضراتكم والسادة إدارة المؤتمر أعطوه الأولوية، فإيه يعني يعتبر من المجالات المهمة جداً. أنا هعرض لحضراتكم في مدة 3 دقائق أسامي الأبحاث اللي موجودة في السيشن بتاعتنا، وبإذن الله نعطي بقى الصوت لأول حاضر نسمع منه بإذن الله. فهو البحث الأولاني: The feasibility and efficiency of blockchain based system in the healthcare area by دكتور نهال من المغرب. فبإذن الله ده هيبقى أول بحث هنسمع له حالا بعد 5 دقائق أو 3 دقائق بإذن الله. البحث الثاني هيبقى An efficient model
to secure mobile agents in the IoT, Internet of Things, environment using blockchain and PKI technologies by Badreddin Saber, Mohammed Youssef, Omar Boutan, وكريم من موروكو من المغرب بإذن الله. البحث الثالث implementing blockchain in the airline sector by سامح جابر, فاطمة محمد, الشيماء علي من السعودية بإذن الله. البحث الرابع blockchain based vehicle ad hoc network VANET application by منا صفوت, علي الجمال, وائل بدوي, مارينا آزر من مصر. البحث الخامس learning management system based on blockchain and machine learning case study by عائشة فطرح and سعيد الكفاهي من البحث الخامس من المغرب. البحث السادس بإذن الله هيبقى framework for fast contact tracing for COVID-19 patient by شريف علاء ووائل بدوي من مصر. فبإذن الله احنا بإذن الله السيشن بتاعتنا فيها ست أبحاث. أتمنى دلوقتي من دكتورة نهال من المغرب تتفضل بإلقاء البحث بتاعها اللي هو the feasibility and efficiency of blockchain based systems in the healthcare era. حضراتكم أي أسئلة تحبوا تضعوها على هذا البحث حضراتكم بتحطوها في الـ Q&A أو بتحطها على الشات, وبإذن الله بيبقى مدة البحث المحاضرة 15 دقيقة تشمل المناقشة. فبإذن الله يعني الباحث بيعمل حسابه في 12 دقيقة إلقاء ودي 3 دقائق مناقشة بإذن الله. فلتفضل دكتورة نهال من المغرب إنها تفتح المايك بتاعها وتبدأ الشير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة نهال. إحنا هو بس النت عند حضرتك بطيئة شوي. بإذن الله الأمور هتستقر والشاشة هتظهر. واحنا باين عندنا ان انت بدات سكرين شيرنج. ايوه الصوره ظهرت وتفضلي بالالقاء. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كلنا سامعينك. اتفضلي يا فندم. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي اتفضلي في الالقاء وبإذن الله. Okay, so few for this event, and I hope you will enjoy my presentation and my so.
دكتورة نهال. واضح ان الصوت فاصل عند الأستاذة نهال يا دكتور أيمن، فلو ممكن الطالب اللي بعدها يعرض. والله انا طب انا هستأذن حضرتك، انا كنت اخذت منهم البرزنتيشن، فانا هعرض البرزنتيشن بتاعتها في خلال يعني دلوقتي حالا كده كسامري سريع. طبعا انا ما عنديش الكلام، انا هفتح الشيرنج من عندي لعل في هذه الاثناء تشرفنا. طيب انا بس هعرض البرزنتيشن، يبقى هي feasibility and efficiency of blockchain based system in the healthcare era. دكتورة نهال PhD student، حسن الاول university، جامعة حسن الاول. يعني البرزنتيشن بيتكلم على البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو اللي هو اخترع البيتكوين سنة 2008. بنتكلم على البلوكتشين تكنولوجي، استخداماتها في الهيلث كير، في الرعاية الطبية، تطبيقات البلوكتشين تكنولوجي في الهيلث كير، وبعد كده الكونكلوجن. الو الو استاذ نهال، ممكن تكملي؟ انتوا بتسمعوني؟ نسمعك الحين. نسمعك الحين، تفضل كمل. الشير مع حضرتك ولا مع الدكتور أيمن؟ معايا. تمام، تفضل. So here it's the concept of the blockchain. So what is the blockchain? A blockchain is defined as a distributed database that conserves a permanent and immutable record of transactional data that is interlinked by a chain. The blockchain technology have major characteristics. Firstly, we can talk about security. It is secure. The database can only be extended and the previous records can't be modified. Then it is autonomous. The blockchain system is independent and autonomous, which means each node of the blockchain system can access the data, transfer them, stock them, and update them securely. Then about it is transparent. All participants can see the blocks and the transactions that are stored inside. All saved and stored data in the blockchain are transparent for the potential users and can be easily updated. However, it doesn't mean that anyone can see the real content of the transaction that are protected by a private key. Finally, it is decentralized. The blockchain contains a decentralized database system which with a free access control for all those connected to the network. This data can be consulted, supervised, stored, and updated on several systems. Now, how it works. This schema illustrates the function and or mechanism of the transaction in the blockchain networks. There are the steps of this mechanism. First, someone asks for a transaction. This transaction is diffused in a P2P public network, the blockchain network, of course, composed of several nodes. The nodes network validate the transaction using hashing algorithm. Once verified, the transaction is compared with other transactions in order to create a new data block for the ledger. A new block is added to the existing blockchain in a permanent and invariable form. Finally, the transaction will be made successfully and completed. Now we're gonna talk about the consensus mechanism.
Alors, so the consensus algorithm is a mechanism that allows users of machines to coordinate in a distributed setting. It needs to ensure that all agents in the system can agree on a single source of truth, even if some agents fail. There are many types of consensus mechanisms. I choose here the mostly used one. I'm going to start with the proof of work. In this mechanism, a miner has to do a lot of work, which is often a puzzle or math challenge. Difficult to calculate, but easy to verify. The difficulty of the challenge is adapted by the blockchain according to the required time for the block validation. Then we have the proof of stake. In order to resolve the shortcoming of the proof of work, the POC was proposed. In this mechanism, there is no meaning where do we consume all our resources. Miners are called forgers. A forger can validate blocks based on the amount of money he has. This means that the more coins he has, the more chance to have, he has to validate. Then we have the practical Byzantine fault tolerance. This consensus algorithm was developed to tolerate Byzantine faults. For example, the arbitrary behavior of the nodes, which joins and leaves the network at any time, and which generally occurs in a distributed system. This algorithm presents a state machine replication technique to manage Byzantine errors. Theoretically, it uses a state machine replication algorithm with a single message round trip to perform read-only operations and two to perform read and write operations. Now we're going to talk about the smart contracts. The base idea of the smart contract is to change the behavior of something depending on the input data when some conditions are verified in the context of distributed ledger system. And smart contract is a piece of code that is stored in a particular address of the blockchain. The storing address is determined by the creation of the smart contract. When a transaction is sent to this address, the smart contract's code is executed, which can lead to the read or write of the data in the distributed ledger on which it's present. Smart contracts can take decisions, read data, and execute other contracts. Now we're gonna have our overview on healthcare area. The healthcare sector is a sector of extreme importance, just as it is a big sensitivity. It cares of the most precious thing for human, their health. The sector in which many actors participate and which manages several data needs a crucial attention. We might take the example of the coronavirus that shocked the world. This makes it necessary to analyze this domain profoundly and think of solutions to all its problems. As we said, the healthcare domain gathers several actors, patients, doctors, hospitals, pharmacies, and so on. This makes the data flow that is to be managed, shared, and stocked very big and sensitive and certainly private. This showed how important it is to make use of the characteristics and advantages of the blockchain technology to serve this sector. Here I present some application of the blockchain technologies in the health field. First, blockchain and the electronic health folder. Here we discuss the importance of digitization of medical records for doctors, hospitals, and medical devices, because the digitization of this data allows easy access and sharing, so it would be a basis for a faster and more efficient decision making. Then we have the blockchain in medical fraud detection, especially for supply management. It is a crucial issue to be preserved in all sectors, but it is in big importance in the health sector due to its increasing complexity. Indeed, any compromise in the healthcare supply chain affects the patient's well-being. Supply chains are vulnerable and consist of rules for fraudulent attacks as they involve a number of moving parts and people. Three, we have blockchain in clinical resources. A range of issues, including data confidentiality, integrity, data sharing, record keeping, patient registration, and possibly clinical trials. Blockchain, which is then the internet generation, can provide viable solution to this problem.
And last, we have the blockchain in pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry is one of the fastest growing sectors and leading sector on the forefront of healthcare sector. The pharmaceutical industry not only contributes to the introduction of new and potential drugs to the market, but also helps to enhance the safety and validity of medical products and drugs sold to the end consumers. In addition, the pharmaceutical sector also contributes to the evaluation and treatment of safe medicines, which ultimately contribute to the faster recovery of the patients. Finally, it is then clear that the use of such powerful technology like blockchain can only boost and empower the healthcare sector. And thank you. شكرا جزيلا دكتور أيمن حجاج. دكتور أيمن السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور نهال على العرض الرائع. لو كان في أي أسئلة كنت أنا سأعرض أي أسئلة في أي أسئلة في موضوع البلوك تشين. طب أنا عندي سؤال واحد لدكتور نهال. What are the benefits of using a blockchain in medical application؟ يعني blockchain is useful for distributed system. In medical application, wouldn't be better to have a centralized system or distributed blockchain would be better? In what way blockchain would be better in medical applications? دكتور نهال. طيب ننتقل للبرزنتيشن التاليه. ننتقل للبرزنتيشن التاليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. Share my screen. السلام عليكم. بدر الدين صابر، Digital Trust and Signature Consultant and PhD student in Hassan One University. So today I'm going to present to you a model architecture describing a secure, lightweight and a highly scalable system for better security in multi-agent system. Here is the plan. So after presenting the context in the first section, the second section is devoted to the description of user technologies. In the third section, we present the proposed model and its description. The last section give some concluding remarks and perspective. So IoT is growing exponentially in telecommunication. It should be an indispensable part of the future of internet. It has become more and more real in today's life and is being part of universal computing network offering distributed and transparent services. IoT enables heterogeneous devices to connect with one another to support various applications to serve users with different requirements. IoT is considered to be a good way to achieve smart cities. Mobile agents are widely used in the context of the IoT, and due to the possibility of transmitting their execution stages from one device to another in an IoT network. Many advantages, such as reducing network load, encapsulation protocols, and exceeding network latency. Therefore, these main questions arise. How to ensure security during the process of migration of the mobile agents and protect the IoT application against malevolent agents? How to secure the mobility and the migration of the agents?
The proposed model aims to provide a secure migration of mobile agents to ensure security and protect the IoT applications against malevolent agents using a blockchain smart contract and public key infrastructure. The use case of smart home can be a very suitable application of IoT to verify the proposed solution, as it is involved of a variety of devices and parameters to be connected. However, the presentation model could be extended to a wide selection of IoT systems outside of the smart home. So what is blockchain? It's a decentralized distribution database that maintains a continuously growing list of data in a public or private peer-to-peer network, duplicated to all the peer nodes of the network. Blockchain technology offers a secure system between the untrusted collaborators, which everyone on the network can check and interact with, but no one can control or alter. This allows the blockchain to be a trustworthy source without the requirement of a third party. In our work, we use Ethereum. So Ethereum is a blockchain platform, discussed some limitations of Bitcoin, allow users to run distributed applications in a decentralized manner. So Ethereum introduced a new concept, is the concept of smart contract. Is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract, allowing translating contractual clauses into code and embedding them in the appropriate that can self-enforce them. Within the blockchain context, smart contracts are scripts recorded on the blockchain. We will see that our model gives the choice to use either the blockchain or the public key infrastructure. When using the public infrastructure, we use what we call digital certification. So a public key certificate plays an important role in binding the identity of an entity, either a person or an electronic resource, to its public key. The most popular format for a public key certificate is the X509 certificate. This form encapsulates values such as the serial number of certificate, certificate issuer's name, certificate holder's name, and the public key associated with the certificate holder, the validity period of the certificate, etc. Our model is composed of the following elements. So the IoT device, in our architecture, the IoT device is a piece of hardware with a sensor. The smart device, externally useful device that are making our daily life easier, allowing users to configure, access, and control IoT devices. Agent, an agent can be attached to a source device to collect information or perform actions on the source device. An agent can migrate to another device, keeping its state to perform operation on the destination device. IoT gateway, a user can access and control the IoT devices using a smart device by accessing the IoT gateway. So the gateway is responsible for authentication and monitoring communication between devices, requesting the security agent in the event of an agent migration. So what is the security agent? Mainly performs the operations of registering the source code hash of agents who wish to migrate to other devices in the blockchain network, and of the verification of the agent after the migration to guarantee integrity, authentication, and non-repudiation agents. So we use a contract. It's the security agent.sol. It's a smart contract that provides two functions. Register mobile agents. This function allows us to send a transaction to the blockchain network to register the source code of the agent. The function take in two parameters. The hash of the source code of the agent hash, and the agent identifier, the IED, and returns the identifier of the transaction recorded in the blockchain, transaction hash. The second function is called retrieve agent hash. This function allows us to recover the hash of agent source code from the blockchain network. So the smart contract is developed in Solidity programming language. So we have to call a Solidity compiler, use it to compile and deploy our contract in the Ethereum network. And finally, we have what we call the whitelist. It's contained hashes of transactions returned by the Ethereum network after the registration of a new agent. This is the second model, which based on the public key infrastructure. The difference with the first model is the use of the public key infrastructure instead of the blockchain in the case where the environment does not have enough energy for the calculation of proof of work, which consume a lot of energy.
especially in the case where for reason of sovereignty is not possible to use the public blockchain network. So our model therefore allow us to choose between two options depending on the application and its environment. So in this case, we signed the hash using our KSTOR that we manage, and we stuck in the whitelist using our public our PKI. So we have the IoT device, the smart device, the agent, the IoT gateway, the security agent, the whitelist, and we have the public key infrastructure, which consists of the registration authority. The main mission of the ERA is to verify the identity of the agents by applying what we call the registration policy. And we have the certification authority. It's responsible for providing the X509 certificate management services contained in the KSTOR issued during their life cycle, generation, revocation, etc., by applying what we call a certification policy and the different services in the public key infrastructure. Also, we have what we call the KSTOR, composed of the private key used by the authentication agent for signing the hash, and the public key used for the verification of the signed hash. So the following diagram illustrates the migration steps of an agent from a temperature sensor to a smart device in chronological order using blockchain implementation. The mobile agent measure and collect information from the temperature sensor. The mobile agent requests the IoT gateway to migrate to the smart device, generate the hash of the source code of the mobile agent, invoke the register mobile agent function of the smart contract. The hash of the agent's source code is registered in the blockchain network. The result of this operation is an identifier of transaction validated on the blockchain in the form of a hash of the transaction. So the security agent registers the hash of the transaction in the whitelist by association with the ID of the mobile agent for which the source code has been saved in the blockchain. The IoT gateway allow, in this case, the mobile agent to migrate. After the migration and the regeneration of graph, for example, in the smart device, the mobile agent requests return to the temperature sensor. The IoT gateway requests the security agent to verify the integrity and the authentication of the mobile agent after its migration. The security agent, in this case, retrieve the transaction identifier from the whitelist, passing a parameter, the ID of the mobile agent, and invoke the retrieve agent hash function, the smart contract, passing the transaction identifier. So the hash of the source code of the mobile agent stored in the blockchain is returned to the security agent. The security agent compares the hash recovered from the blockchain with the current mobile agent hash. If both hashes are similar, then the security agent allows the mobile agent to return to the sensor temperature. If not, the security agent destroys. So inclusion and architecture based on blockchain and digital signature technologies has been proposed in this model to secure mobile agents and protect them against different type of threat in the context of IoT using smart contract deployed in the private Ethereum network. The smart home use case with multiple IoT devices using mobile agents was applied to explain the proposed solution. While this document presents the smart home use case, there is also a potential for this model to be extended to other type of IoT systems outside of the smart home with some, of course, modifications. Thank you. Thank you very much for this powerful proposal and presentation. I would like to ask audience, do you have any questions regarding this presentation? Please put it in the chat or in the Q&A. Any question? Okay, I have just one question for you. Did smart devices have sufficient power for PKI huge processing requirement? Normally, yeah. Yes. Yeah, so no bottleneck, no delay for PKI processing? Normally, no. Because because we talk about a local public key infrastructure. So, yes. You're right. There is no. Yes. Okay, thank you very much.
Thank you very much. Please release your screen sharing, and we look for the next participant. Yes, please, the next participant, please start the screen sharing and show your presentation. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddali. Good evening, everyone. I'm Samah Abu Ayed from Kingdom of Saudi Arabia, a computer science master student in Umar Qura University. My presentation today will be about implementing blockchain in the airline sector, which is summarizing the recently studies in this area. I will start by introducing the idea of blockchain. Then I will move for discussing the main technical issues in airline sector. Finally, I will list the blockchain novel studies in this airline sector. Sorry. Firstly, blockchain is a cryptographical secure shared distributed ledger. We can consider blockchain as a database with a special constraint, such as eliminating the third party, decentralizing, and immutable transaction. The two figures in the right side of the presentation show the difference between centralized and decentralized database. Decentralized database is one of the characteristic of blockchain. In airline sector, as we know, it's considered as a complex airline sector issues are considered as a complex issues because it depends on a massive amount of service and resources with different relations. For that, this kind of system can be threatened with many types of security attack, such as DDoS attack, eavesdropping, and other kind of attacks, where these attacks can affect the system in two level, data level and service level. We have summarized the airline sector technical issues for in two categories, airside areas, such as air traffic management issues, and landside areas such as passenger checking issues and other kind of security process. Also, there is some issues in the aircraft logbook. So integration blockchain-based system can enhance the security, mobility, decentralizing of airline sector system. However, there is many recent research in this area that have divided in four main categories, which will be discussed with my friend Fatma in next slide. Hello everyone. My name is Fatma Majlani, computer science master degree in Umm Al Qura University. I will complete this presentation. Here we have some studies in airline sector. We divide it into four categories, flight information management, airport infrastructure maintenance, and passenger management and traffic control. First category is flight information. In this study has proposed the blockchain-based flight planning model. Consists of multiple components assumed as a 3D coordinate and classified into three different nodes. A first node is user node, consists of system user. Second node is approver node, is consists of airline navigation service provider. Third node is the external node, consists of the set of air traffic management network source. Second category in study is airport infrastructure. We divide it into category. It's air traffic based blockchain logbook infrastructure maintenance and airport infrastructure blockchain with supply chain and operation management.
Third category is passenger information. Integration blockchain with virtual passport that can use on a single wearable device or mobile equipment. Finally, it's the category in blockchain emerging studies in airline sector is air traffic control. Radar system for control air traffic treat many type with security attack. For that, some study proposed hyperledger fabric system based blockchain and system wide information management registry based blockchain. Thank you for listening and any question. شكرا جزيلا. لو سمحتوا في حد عنده سؤال يحب يحطه اي سؤال. طيب انا عندي سؤال وحيد. Did you apply your proposed system to one specific aspect of airline management? Did you try your proposed system with an aspect? Please. No, actually not. Okay. Okay. But in your research, you will try and test your proposed system and get results, inshallah. Inshallah. Yeah, okay. 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 Thank you very much. Thank you for your powerful presentation. Please release your screen share and the next presenter, please stop your screen share. Well, Afil, share. We have released our okay, presentation. Okay, okay, now fine. Okay, المحاضرة التالية تفضل. أهلا وسهلا. المحاضرة التالية Blockchain Based Vehicle Ad Hoc Network VANET Applications من صفوت علي الجمال وائل بدوي مريان من مصر Please start your screen share. موجودين سامعني؟ اتفضل اتفضل. أيوة احنا سامعين حضرتك. أهلا وسهلا اتفضل اتفضل. اعمل فول سكرين شير للبرزنتيشن فول سكرين وتفضل. كده السكرين واضح؟ كده واضح جدا تفضل. اوكي جود ايفنينج ايفري ون. Today we will introduce blockchain based vehicular ad hoc networks applications. We are myself Mina Safwat and Ali Gamal. We are working on Valeo R&D software service center under supervision of Professor Wael Badawi and Professor Marianne Azer. Our agenda. Agenda today, we will start introduction to VANET and blockchain, and then we will go to the VANET application based on the blockchain, and finally we will go to the conclusion and the future work. Today, the VANET landscape is could be summarized as the short figure. We have the vehicles are communicating with each others, so we have vehicles communicate to this one. Also, we have a vehicle communicating with the infrastructure, for example, the E-node B. And we have a vehicle communicating with the roadside units. Also, the vehicles are communicating with the pedestrians. Also, vehicles communicating with the devices, many of the devices for the use for the driver. Blockchain. We could introduce the blockchain as previously all my colleagues have presented. We have here one user want to do a transaction. This transaction could be validated and put in a block of transactions. And this block will be validated also and creating the consensus on it. And then we will endorse this block.
and add this block to the chain of blocks, and finally notify the last then the other person who will receive this transaction. These are the main. The main features for the blockchain are immutability, decentralization, and better security, increased capacity. Those features will be used in the our applications and will be utilized also in the applications. Let's move to the next section for the applications. The first application, we have introduced many of the applications in our paper, but due to the time limitation, we will introduce here only two of these applications. The first one is flashing over the air. What we are doing now, in case we want to update our vehicle software, we have to take our vehicle to the service center and ask the service center to update the software and wait till this software update has been finished, and then take our vehicle and go back to home. So this will consume time and recall and cost. Accordingly, to solve these issues, it was introduced a flashing over the air while you are driving your vehicle. The vehicle will update its software. So in this FUTA example, they faced some of security challenges, and accordingly, due to these security challenges and blockchain could solve these challenges. So the FUTA over blockchain proposal has been introduced. Okay, let's go through the steps to update the FUTA, the vehicle software. The first step, the vehicle at manufacture in the assembling, you have to start or create Genesis transaction to initiate the transactions. And then the supplier will develop its a new software due to bug fix, due to new feature added, due to any security issue has been solved with any reason. So the supplier will create or develop its new application hex file. And then the supplier will send an update transaction to, update transaction to the OEM publisher cloud store. And then the OEM then send the hex file. The supplier sent the hex file to OEM publisher. So first it sent the update transaction and then sent the hex file to OEM publisher. The OEM publisher signed this hex file and validated and sent it to the vehicles in the road and as a data blocks. So the OEM publisher will send the data blocks. At the end, each vehicle or each targeted vehicle will receive these data blocks and then send the verification transaction to the OEM publisher. And Ali will continue with us the other applications. And صوت بليز ما في صوت
Sorry? Dr. Now, Mina, the second application is electronic payment schema. We عندنا في الابلكيشن ده عندنا تو سكيمز تفضل وعندنا في الابلكيشن ده تو سكيما. اول سكيما اللي هي الفي ار ترانزاكشن وهي بتتم ما بين 1 فيكل و 2 وي 1 رود سايد يونت. وي از اكزامبل فور ذس ابلكيشن از بارك تول مانجمنت سيستم. البارك تول مانجمنت سيستم اللي هو الباركنج سيستم, لو في عربيه عايزه تركن في باركنج سيستم وي اوتوماتيكلي تي باي للسيستم ده. تاني ترانزاكت تاني سكيما عندنا اللي هي الفي ارز ترانزاكشن اللي هي بتتم ما بين 1 فيكل واكتر من رود سايد يونت. وي از ابلكيشن ليها اللي هي الالكترونيك تول كولكشن, وهي عباره عن لو انا عندي عربيه مثلا عايزه تخش هاي واي, ففي بدايه الهاي واي بتكلم رود سايد يونت وفي اخر الهاي واي بتكلم رود سايد يونت ثانيه علشان تدفع الفيزز بتاعه الهاي واي ده. والصوره اللي قدامنا بتوضح ان اول اكزامبل اللي هو البارك تول مانجمنت, ففي عربيه قبل ما تخش البارك بتكلم الروت سايد يونت عشان تاخد السيرفيس, ولما بتخلص باركينج بيتكلم الروت سايد يونت تاني عشان تدفع الفيز بتاعه الباركينج. والسلايدز الجايه هتوضح ازاي الكوميونيكيشن بتتم في اول اكزامبل مع الروت سايد يونت. زي ما احنا شايفين قدامنا عندنا الفيكل والروت سايد يونت والبلوك تشين, فالكوميونيكيشن ازاي هتتم بين الثلاثه. فاول حاجه الرود سايد يونت بيريوديكلي بتبرودكاست السيرفيس بتاعه الباركينج. وانس الفيكل ريسيفد البرودكاست سيرفيس هتبدا تريكويست السيرفيس من الرود سايد يونت. وانس اللي هي ريكويست السيرفيس هيحصل ماتشوال اوثنتيكيشن ما بين الفيكل والرود سايد يونت. الماتشوال اوثنتيكيشن بيحصل ان الفيكل بتتاكد ان الرود سايد يونت دي فاليد رود سايد يونت, وفي نفس الوقت الرود سايد يونت بتتاكد ان الفيكل عندها انف بالانس عشان تقدر تاخد السيرفيس. وانس الماتشوال اوثنتيكيشن حصل, فالرود سايد يونت بتبعت الكونتراكت ادرس للفيكل. الفيكل بتاخد الكونتراكت ادرس وتروح تكلم البلوك تشين عشان تبدا تاكسكيوت السمارت كونتراكت وتبدا تكرييت الترانزاكشن في البلوك تشين. وبعد ما بتخلص كرييشن للترانزاكشن في البلوك تشين, البلوك تشين بيبعت الادرس للفيكل. الفيكل وانس اللي هي ريسيفد الادرس بتبدا تبعت الترانزاكشن ادرس للرود سايد يونت. بعد كده الرود سايد يونت بتبدا تكونفيرم الترانزاكشن مع البلوك تشين, وبتبدا تبعت الكونفيرميشن للفيكل عشان تقدر تاخد السيرفيس وتبدا تبارك جوه الباركينج بتاعي. ده الترانزاكشن انيشال عشان الفيكل تقدر تاخد السيرفيس. طيب بعد كده, طب ازاي الفيكل بقى خلصت باركينج وعايزه تطلع بره الباركينج وعايزه تدفع الفلوس؟ فاول حاجه في نفس الكلام برضو الرود سايد يونت بتبدا تبرودكاست السيرفيس. الفيكل بعد كده بتريكويست سيت الاكونت عايزه تدفع الفلوس بتاعه الباركينج. بعد كده الرود سايد يونت بتبدا تابديت الترانزاكشن بالفيزز اللي المفروض الفيكل تدفعها, وبتبعت للفيكل عشان ترسبوند از انديكيشن للترانزاكشن هاز بين ابديت. الفيكل بعد كده بتبدا تكلم البلوك تشين علشان تبدا تدفع الفلوس بتاعه الباركينج, وبيحصل ترانسفير من الاكونت بتاع الفيكل للرود سايد يونت. بعد كده بيبدا البلوك تشين يبعت الريسبي للفيكل. يبقى واحنا كده خلصنا الجزء بتاع الفينيت ابلكيشن بيزد اون بلوك تشين. اخر بارت عندنا اللي هو الكونكلوجن والفيوتشر ورك. ليتس كونكلود وات وي سيد ان ذيس بيبر. اول حاجه اتكلمنا عنها, ادينا مقدمه بسيطه عن الفينيت والبلوك تشين. بعد كده عملنا ليست لتو ابلكيشن من الابلكيشن اللي ليستد في اور بيبر, اللي هم الفلاشنج اوفر ذا اير والالكترونيك بيمنت سكيما. واحنا شايفين ان في الفيوتشر ورك بتاعنا وي نيد تو سيموليت انالايز ذا بروبوزد امبلمنتيشن امباكت اون اس يو فلاشنج تايم, علشان ده هيخلينا نمبلمنت نيو بلاتفورم نقدر نطبقه على الاي سي يو فلاشنج في العربيه. ودي الريفرنس بارت من الريفرنسز اللي احنا مستخدمينها في اور بيبر. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا باشمهندس مينا, وشكرا جزيلا باشمهندس علي. هل توجد أسئلة لهذا العرض؟ Any questions regarding this presentation؟ طيب أنا عندي سؤال بسيط بالنسبة لهذه البرزنتيشن. طبعا حضراتكم من مصر يعني, فأنا بتساءل إيه الانفراستراكشر البنية التحتية اللي بتتوقع توفرها في مصر لدعم البروبوزد ميثود بتاعت حضرتك؟ ايوه الانفراستراكشر النيدد, احنا محتاجين اولا الفيكلز, يعني يكون عندنا الفكره بتاعت ان كل فيكل عندها الادرس والبابليك والبرايفت كيز
اللي هي فكرة البيتكوينز اللي عندي public nodes public network فيها nodes كتيرة بتقدر تجوين، فاحنا محتاجين يبقى الحاجات اللي هي النيد الادريسيز امبيدد جوه كل فيكل ده، بلس ان الكل OEM او اوريجينال اكويبمنت مانيفاكتشر كل الفيكل مانيفاكتشرز يكون عندهم الكلاود ستور بتاعهم اللي بيقدر يمانج الفكره بتاعه ان هو يشير الداتا بشكل بلوكس ويبدا ياكسبت ترانزاكشنز. محتاجين كمان ان كل سبلاير لكل او ام يبقى عنده الفكره بتاعه البلوك تشين، فيبقى السبلاير جاهز ان هو لما هيجي يبعت الابلكيشن او النيو هيكس للاو ام يبقى ثرو النتورك بلوك تشين نتورك. فدي كلها حاجات لسه نيدد. ده بلس كمان ان احنا شايفين الامبلمنت كارنت امبلمنتيشن كارنت بروبوزد امبلمنتيشن ويل هاف a large impact على download time. Let's assume ان واحد داونلود في 1 hour لو في النورمال فوتا كومبوننت، but after adding the blockchain it will be increased. So this معلش مينا ثانيه هشارك دكتور وائل بدوي مع حضرتك. انا يعني هو حضرتك بس في كونسبتس مختلف شويه ان ده ورك مع شركات زي فاليو. فاليو للناس بس اللي موجوده في اللي ما تعرفهاش، هي اكبر شركه بتعمل او اي ام للعربيات حوالين العالم، وهم عندهم فرع كبير قوي في مصر في القريه الذكيه جنب جامعه النيل. ففي سام انسايتس للبروجكت دوت بتيجي من من الاندستري دوت. فذا انفراستراكشر از نوت تو بي ان ايجيبت، زي هاف هيبقى بيتعمل في اوروبا وفي الدول الاخرى. فهم احنا بنحاول نحط بروبوزل قدامهم علشان لما الانفراستراكشر ده يبقى موجود هم يقدروا يبيعوا السيستمز ديت. فهو this is not like an orphan project, it's part of an industrial setting. وآسف للمقاطعة. شكرا جزيلا دكتور وائل، حضرتك أثريت المناقشة وشرفتنا بمداخلة حضرتك. أهلا وسهلا بروفيسور وائل بدوي، أهلا بحضرتك. الله يخليك دكتور حجاج. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا فندم، يعني عرض شيق ومشروع حقيقي قابل للتنفيذ بإذن الله. كل النجاح لحضرتك وفريق الباحثين وشركة فاليو. تشرفني يا فندم والله بمناقشة حضرتك، شكرا جزيلا. المحاضر التالي يتفضل. Hello. Please let me know. Please let me know that you can see my screen. I can. Okay. Thank you. So hello, my name is Aisha Fatrah, a PhD student from Hassan First University of Stud, Faculty of Science, Morocco. I would love to mention and thank my supervisors, Dr. Saeed Al-Kfhali, Dr. Abdul-Karim Haqiq, and Dr. Khalid Sabah. We wanted to participate in this conference with a topic that we believe with high importance. As we all know, the current COVID-19 pandemic impacted different domains and gave us a glimpse of what the future might look like. One of the major fields that are impacted is the educational sector. The pandemic proved that most, if not all, Arab countries, Middle East and North Africa, are not ready to instantly replace a traditional educational system with a virtual one. But this conference is a proof that we are trying to adapt and change, and we find it to be a great opportunity to collaborate and better plan for a better educational system, a sector that of course concerns us all as students, teachers and administrations. So the plan for this presentation is as follow. I'm going to start with the general definition of learning management system, LMS for short, then LMS and machine learning, LMS blockchain, LMS based on machine learning and blockchain. And of course, I will end with a conclusion. So LMS is a software application for administration, documentation, tracking, reporting, automating, and delivering of educational courses, training programs or learning and development programs, electronic certificates and electronic diplomas. And it has variety of features depending on organization or utility. I don't want to talk about the differences between the two. I mean, traditional learning and online learning, which I believe to be obvious. And I also want to note that I'm not referring that we should entirely replace traditional face-to-face learning with online learning, because traditional learning has a lot of advantages. But I
recently switching to online learning became an obligation. So I want to talk about is how we can improve LMS or implement LMS in a way that is more effective, secure, trustworthy, using two of most powerful emerging technologies. Machine learning. Machine learning, as we know, is a study of computer algorithms that improve automatically through experience, the training data in our case. Machine learning became ubiquitous because it has this incredible ability to learn and improve existing system. LMS is a software interacting with humans, and all these interactions can be recorded, hence a lot of data generated, from user data to kitchen data and even HR data. This database offers greater opportunities to understand and improve learning like never before. We can name four purposes of machine learning in LMS: improving content, identity verification, diagnosis, and smart assistance. Improving content. With machine learning, we can analyze automatically the content of LMS and learners patterns to identify areas of improvement, also called adaptive learning, to create a personalized courseware for each individual, and advantage that is, of course, not possible in a traditional educational system. Identity verification. Virtual identity is easy to forge, but thanks to smart biometric verification with deep learning, a subclass of machine learning, as you know, we can identify individuals. One of the most used biometric verification is facial recognition, of course, because it uses required a camera medium. This identity verification is highly required in cases like online exam requests for sensitive documents or attendance call. Diagnosis. Scientists are exploring the idea of identifying students who have low learning problem or disabilities like dyslexia, ADHD, and also the diagnosis can also cover students at risk of dropping out. Another use is smart assistance. We can create a conversational AI, an ubiquitous, omnipresent chatbot to assist LMS user, for instance, smart advisor, question and answer, instantly help risk detection, finance, and administration assistance. Moving to blockchain. Blockchain is as explained by presenters before me in the session, is a new internet of value, a global, distributed, highly secure ledger, with no need for middlemen. I don't want to get into how blockchain establish trust or how it works. I assume that people here understand the basic concept of blockchain. But the concerns of this presentation is the utilization of blockchain in LMS. The opportunities for innovation in education using blockchain fall into four categories: identity as student records, finance, new pedagogy, and meta-university. For identity and student records, it's how we identify students, protect their privacy, measure records, and credential their accomplishment, and keep this record secure. For finance, it's how we fund education, how we lower the cost around education. For instance, we can have companies investing in students. Imagine donors such as corporate that need specific skills. They could sponsor individual students, put money toward learning goals, and pay out according to achievements, let's say a proof of completion for module by a student. New pedagogy, it is how we customize teaching to each student and create models of learning. With blockchain, we can create collaborations and create self-incentivized learning by paying students tokens for completing assignments and generate proof of completion. And in a blockchain environment, we can have words like agility, openness, and consensus. The Meta University, how we design entirely new models for education that support open access and lifelong learning. The blockchain provides a rich, secure, and transparent platform on which to create such a global network of online education, where content is shareable and exchangeable. Each educational institution will become a node in the global network of faculty, students, and institutions. The first
So if you want to talk about how we can have an LMS based on machine learning and blockchain for Arab countries, the first step to create is LMS based on machine learning and blockchain is evidently having a dematerialization and digitalization strategy that involves putting in place an online educational platform. A lot, if not most, of educational institutions in Arab countries, they don't have an LMS system. And when the pandemic happened, they found the urge to have it. Most will unfortunately resort to commercial available solution created by non-Arabs. I believe this is the best time to seriously consider creating an Arab LMS in a way to be machine learning and blockchain enabled. Access to high quality training data is critical for products that uses machine learning, but in order for big data to be really effective, the data of one educational institution is not, if not one Arab country, is not going to be sufficient or diverse or even bias-free. Same thing goes for blockchain. The technology is based on collaborative consensus. Imagine a global Arab educational blockchain that we all trust and use. I want to quickly finish this presentation with a quote by Ken Robinson. The fact is that given the challenges we face, education doesn't need to be reformed. It needs to be transformed. The key to this transformation is that the standardized education, but to personalize it, to build achievement on discovering the individual talents of each child, to put students in an environment where they want to learn and where they can naturally discover their true passion. This presentation is a call for all collaboration for a better educational system in Arab country. We cannot continue to operate as islands. And thank you. Thank you very much for this wonderful presentation. I would like to encourage any questions regarding this presentation. Any questions, please put it in the Q&A section or put it in the chat section. Any questions? I have just one question from my side. Blockchain is known to have issues with scalability and large volumes of data. How blockchain would deal with big data and multimedia used in education? If you want to talk about public blockchain like Bitcoin one or other prototypes, they don't have scalability problem on the long run. The ones that with specific scalability problems like Ethereum with smart contract, they have scalability problem regarding the pricing. If we're talking about LMS, as I mentioned, a global Arab blockchain, the scalability problem is going to be tight with, you know, like expenses that are going to be given on that project. And on when talking about an Arab blockchain, we're talking about like consensus semi-public blockchain, which is going to be less expensive than public one. And of course, the scalability problem is still a major problem, but not a limitation. Yes, okay. Thank you very much. Thank you very much for clarification. We have a few minutes left for discussion, so please put any questions you'd like to say. I have one question here. It says, why you use ML and not DL? Okay. Yes. Yeah. I wanted to keep it general because deep learning is a subclass of machine learning. And I talked about different kind of utilization of machine learning. Those do not all of them uses deep learning. Deep learning, for instance, we can use them for image recognition, for students' verification IDs and stuff. But there are other kinds of machine learning that doesn't necessarily include data, deep learning. So I tried to make it as general as possible and I used machine learning as a term. Yes, okay. Thank you very much for your clarification. Any more questions? Please, any more questions about any of the previous presentations? Any of the presentations, just please put your answer question. We have plenty of time for discussions. I have a question here. I hope the presenter is available. Let me say first, this question is related to
to the presentation with Dr. Badreddin about PKI, public key infrastructure. The question say, why certificate X509? Why this certificate? How to choose between certificates in Ethereum? Is Dr. Badreddin available? Is he listening? Yeah. Yes, thank please. You. Do you have your answer, please? Thank you very much. Yeah, of course. Thank you for the question. So why the certification? The certification is public. It means which associate the data of the bearer with a public key of such sort that anyone has a means to verify the data signed by a given private key. So what and why the certificate X509? Because it's the most popular certificate and the most normalized type of certificate or form of certificate. And for the second question, how to choose between certificates or Ethereum, I think how to choose between certificates or Ethereum, not in Ethereum. So for the moment, it is an implementation to choose when using this model, using Ethereum blockchain or using certificate. However, we are developing an intelligent agent using Q-learning to make the choose automatically. Yes, okay, thank you very much. Thank you very much. For presentation 3, implementing blockchain in airline sector by Dr. Samah Jaber. I have a question about scalability and consensus. Are you available to answer this question? Yeah, I'm available. Yes, please. Is the question clear? Can you repeat the question? Yeah, I can only, the question says, this is what's in front of me. The question says, scalability, question mark. Consensus, question mark. I think if you implement the blockchain in airline sector, it will achieve the scalability on the airline sector, and it will give high performance in this kind of systems. Yeah. Actually, this research area is new, and it needs more investigations. Yes. Thank you. Yes, and about the consensus. It's the same. I think it's the same because it's a new area and it needs more investigations. But I think blockchain, it's a powerful technology which can assist the two things. Yes. Yes. Thank you very much. I have a question. It says, could you give us good advice to well understanding blockchain, example, books or website? I will try to answer this question myself. And also, please, any participant who would like to share. For myself, because blockchain is becoming very popular now, you can find loads of YouTube videos explaining the concept of blockchain. I think the most popular website for blockchain is the Ethereum. So Ethereum, they provide you with a platform for blockchain implementation. They provide you with a programming language for a smart contract. I think you can have plenty of resources. I think this is the hottest topic with the max, the biggest number of publications, that blockchain topic. You can find so many publications in Elsevier and Springer with very well publishers. You can find loads of videos on YouTube. With videos on YouTube, you can benefit from the simple explanations. Also, some commercial websites, they promote blockchain. For example, the newest website that promote blockchain is Hedera Hashgraph. But this is not an open source blockchain. This is proprietary blockchain. They are promoting this because it is a business. They are earning money from this. So you can learn about Hedera.
Hedera, HashGraph, and also IOTA. This is a new version of blockchain that is especially optimized or designed for Internet of Things, IOTA, Internet of Things, IoT. These two blockchain, these new blockchain websites or technologies, they use what is called directed acyclic graph, DAC, directed acyclic graph. So the problem we have with blockchain is that it is one chain, just one chain without branching. If branching occurs, then you have a problem and you have to eliminate branches. And this imposes a big load and scalability issues. They try to solve scalability issues with blockchains using the DAG, directed acyclic graph. And then you don't only have one chain, you have several chains. You have branches, and branches are acceptable as long as it is acyclic. Acyclic, that means one node cannot point to a previous node. Only a node can go forward. I think it's a very new issue that is directed acyclic graph with blockchain. I think it is worth studying. I can see a few links. I can see a link here in the Q&A questions. I can see a lot of, I wish I can publish it to you. So anyhow, please, any participant who would like to share or comment on other presentations, please go ahead. Professor Wael, if you'd like to enrich our knowledge with your proposed system, you are most welcome. I have nothing else to say. We have a proposed system. Actually, I believe we're still missing one paper, because we have one paper on with Sharif Ala. He did not present yet. Which one? Sharif Ala, it's a blockchain on spatial distribution for COVID tracing. Yes, oh yes, okay. That's right. Is Sharif Ala available? He's there. Okay, please go ahead. We have plenty of time until 6:30. Yes, okay, please, Sharif Ala, please. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, this paper is about, it's called a blockchain-based spatial temporal framework for fast contact tracing for COVID-19 patients. It is by Dr. Wael and I, okay, from University of Egypt. Okay, so our agenda today is that we're going to define the problem, introduce the underlying data structure, which is a quad tree, and how are we going to include a quad tree based solution inside the blockchain